أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم مرة أخرى وأحيي الدكتور تيسير صبحي يامين، مدير ومؤسس المركز، صاحب قناة ICIE Germany ICIE International Center for Innovation Education أو for Innovative Education، المركز الدولي للتربية الابتكارية. أحييه وهو مهتم جدا بموضوع هذه الحلقة. موضوع هذه الحلقة، ولا أعرف إذا أستطيع أن أقول كل ما يعن على بالي في جزء واحد فقط، لكن سأحاول وأن أعطي كل ذي حق حقه. فموضوع هو الثقافة العلمية والتثقيف العلمي والصحافة العلمية. موضوع غاية في الأهمية في رأيي، ونحن عنينا بهذا الموضوع بهذه الموضوعات منذ وقت مبكر. الآن أريد أن أركز على تجربتي الشخصية في هذا المجال، وهي بدأت منذ نعومة الظفر بصراحة دون مبالغة. أحببت أن أحصل على المجلات الشائعة آنذاك، المعروفة آنذاك، للكبار والصغار عندما كنت ما زلت في مرحلة الطفولة أو الناشئة. إذن هاي المرحلة الأولى، مرحلة الطفولة والناشئة، مرحلة التكوين. وفعلا بدأت منذ نعومة الظفر، ذلك أنني كنت أشتري كل هذه المجلات، مجلات التي تصدرها دار الهلال وأحيانا غير دار الهلال، معظمها من مصر ومن لبنان. وكنت أيضا أتجرأ وأشتري مجلات الكبار، إنجاز التعبير، البالغين. فعرفت مجلة الهلال وكتاب الهلال وروايات الهلال، وعندما بدأت الدار القومية للطباعة والنشر أيضا كنت أحصل على معظم منشوراتها، أولا من بائع الجرائد الذي أذكره بكل خير ويحمل ربطة كبيرة ويأتي دائما في مواعيد محددة ويلفت نظري إلى ما أعرفه وما لا أعرفه، من مجلات كنت أحب أن أتصفحها وأن أقتنيها. كان عندي مجموعات هائلة، إلا لما سافرت بعد المدرسة مباشرة إلى الخارج إلى إنجلترا، بدأوا يوزعونها، بدأ الأهل يوزعونها هنا وهناك لسوء الحظ. وأيضا الكتب كانت متوافرة في المكتبة الأموية بشارع الشابسوق في وسط عمان، وكانت رحلات كذا مرة كل أسبوع في الصيف وغير الصيف، حتى الواحد يحصل على المكتبة الثقافية وغيرها. فعرفت الكثير عن من الكتاب، وطبعا عن بعد يعني عرفت كتاباتهم، وأيضا متنوعة كانت الكتابات، متنوعة جدا. فنشأت في رحاب الثقافتين كما يقال، ثقافة الإنسانيات وثقافة العلوم. تعبير two cultures، تعبير الثقافتين، جاء من تشارلز بيرسي سنو، سي بي سنو، وهو فيزيائي يعني بكالوريوس، ثم تحول إلى روائي، وكان له أفضال في تقديم المشورات والاستشارات اللازمة للحكومة البريطانية في فترة الحرب العالمية الثانية كما قرأت. ولما كنت في إنجلترا كان ما زال في أوج نشاطه، وكنت على وشك المغادرة أو قد غادرت فعلا عندما توفاه الله. معظم أعماله في سنوات الأخيرة من عمره كانت روايات وأدبيات، أما تدريبه الأصلي كان في الفيزياء،
ولاحظ أن أصحاب الإنسانيات لا يعرفون شيئا عن العلوم. أصحاب العلوم يعرفون أكثر من الإنسانيات، يعني بمعنى من ما يعرف الإنسانيات عن العلوم. هذا يمكن قاعدة أينما علمنا. العلوم فيها تخصص أدق واهتمام تخصصي إنجاز التعبير. لكن نشأت في رحاب هاتين الثقافتين، وفيما بعد بسنوات قلائل فكرت في مفهوم الثقافة الثالثة التي تجسر أو تجسر بين الثقافتين، يعني هي مجموعة من الأنظمة المعرفية التي تساعدنا كي على مواكبة الأحداث المتسارعة في عالمنا الحديث بهالإيقاع السريع كما أقول دائما، لابد من ذلك، وليس تعبيرا فقط إنما وراءه ما وراءه من مفاهيم ومصطلحات وأيضا إجراءات عملية. فلهذا السبب كنت أقرأ روايات كثيرة، الروايات الروسية، روايات الفرنسية، روايات الإنجليزية، روايات العربية المصرية، روايات الهلال بصورة عامة، وكنت أحاول أن أقرأ باللغة الإنجليزية إذا كانت الكتابة بالأصل بالإنجليزية، أما ما عدا ذلك كانت الترجمات متوافرة. وتأثرت كثيرا بالترجمة، بكيف يترجم مثلا شخص رفيع الثقافة مثل الدكتور زكي نجيب محمود، يترجم كأنه يؤلف تأليفا. كان في سلسلة من كتب عن المفكرين والفلاسفة، سلسلة ما زلت أقتني بعضا منها، مثلا إذا تصدى لبرتراند راسل، لأنه دراسته كانت في إنجلترا في جامعة ليفربول وعربيته على مستوى عالي، فتأثرت كثيرا به وبها الترجمة السلسة التي تكاد مثل التأليف أو حتى أشبه بالتأليف أو تأليفا. فبرتراند راسل مثلا، ديفيد هيوم وغيرهما. تأثرت جدا بعادل زيتر، مرحوم عادل زيتر. عادل زيتر كان بالنسبة لدي وما زال شيخ المترجمين العرب. أنا أعرف جبرة، إبراهيم جبرة أيضا من المترجمين السامقين، لكن عادل زيتر أثر في كثيرا، وحتى كان آخر كتاب عربي قرأته قبل مغادرتي إلى إنجلترا كان الرسائل الفلسفية لفولتير ترجمة عادل زيتر. كان يعنى جدا بالمضمون، بالتشكيل أيضا، حتى بالشكل، يعني دار المعارف كتب كانت تؤكل قبل أن تقرأ. وقلت شيئا من ذلك للمرحوم أكرم زيتر عندما تزامنا في المجمع، كان عضو شرف، وكنا دائما هو وأنا العبد الفقير رحمة تعالى والأستاذ رقم زاد الزيزي رحمهما الله، كنا دائما في صف واحد الجيران من يمين وشمال، يميني وشمال. فكان عندنا الوقت كي ندردش جاز التربية وأنا التعبير ونتجاذب أطراف الحديث قبل أن يبدأ الاجتماع المجلس المجمع. وحتى أعطيته نسخة، لأن كان النسخة الكتاب الوحيد الذي لم يكن عند أستاذ أكرم زيتر كان هذا هو، فأعطيته إياه، لا أعرف إذا عاده إلي، لأنه بعد ذلك بقليل سافرت أنا يعني، وهو أيضا لم يعد يداوم في المجمع، لا أعرف إذا عاده إلي، لكنني أقدره جدا هذا الكتاب، أقدر الترجمة في كل ما قرأت. كان يتصدى، طبعا كان يعرف كذا لغة، وكان يتصدى الكتب القيمة جدا، يختارها بعناية، والضخمة معظمها كان ضخما جدا. ترجمة غوستاف لوبون كما تعلمون، وترجمة إيميل لودفيك، وترجمة الكثير العمالقة الحقيقة،
وهذا الكتاب لفولتير. تأثرت كثيرا بالنواحي العلمية جنبا إلى جنب بالنواحي الأدبية واللغوية. المكتبة الثقافية كان فيها كذا كتاب، يعني عدد لا بأس من الكتب عن نواحي علمية. كان المرحوم محسن صالح كنا نقرأه بلذة عارمة، وكان منقطعا عن الكتابة العلمية في موضوعات عدة، معظمها أحيائية بحكم التخصص يعني بيولوجية، لكن أيضا الأسلوب السلس النثر الهاجس بدأ منذ البداية أن يكتب الواحد نثرا علميا عربيا ناصعا، لأنه أجمل من أجمل أنواع النثر الإنجليزي وجدت أنه موجود في المجلات العلمية الموجهة نحو القارئ العام، ففيها إبداع من نوع خاص، وهذا كان هاجسي. وكتبت عن الموضوع فيما بعد، كتبت كثيرا عن النثر العلمي الناصع، فتأثرت كثيرا بذلك. العامل الأكبر يمكن حيث التأثير كان مجلة المغتطف. والدي رحمة الله عليه كان قانونيا، معظم الكتب في مكتبتي كانت قانونية، إنما وجدت كنوزا بين الكتب القانونية التهمتها، لا تؤاخذوني ليست مبالغة، المغتطف، وفي مجلد من نفائس العصرية التي أصدرها خليل بيدس قبيل الحرب العالمية الأولى، وكان فيها من الأدب الروسي ما كان، تولستوي مثلا وغيره، لا أذكر دوستويفسكي، لكن إذا كان موجودا بهذه الصفحات، لكن تولستوي كان موجودا بشكل لا يمكن إخفاله. وأيضا أعجبني ذلك، لكن الذي تتلمذت عليه هو المغتطف، مجلة المغتطف تتلمذت عليها، وأنا مدين لهذه المجلة العظيمة في أمور كثيرة. كان معظم الأعداد تعود إلى عام 1929 أو بالنهاية العشرينيات من القرن الماضي والثلاثينيات لما بلغت أوجها مضمونا وشكلا. بقي المضمون الشكل، ذهب أدراج الرياح حتى لفظت أنفاسها الأخيرة قبيل أو يمكن بداية الثورة المصرية. هي أسسها في بيروت عام 1876 كما أذكر دكتور فارس نمر ويعقوب صروف. فارس نمر عاش عمرة يمكن من منتصف القرن التاسع عشر تقريبا لمنتصف القرن العشرين، أذكر من يمكن 1856 حتى 1951 هكذا. سبب أنني أعود إلى المغتطف كثيرا لهذا السبب أذكر ذلك، وأذكر أن يعقوب صروف أيضا يكاد يكون معاصرا لكن توفى الله قبله به، يعني عام 1927 وليد 1851. وبعد رحيلي ببضع سنوات تسلم رئاسة التحرير فؤاد صروف ابن أخيه ليعقوب صروف أيضا من الأعلام. وهي بعد يمكن 10 سنوات من تأسيسه عام 1885 انتقلت إلى القاهرة وأصبحت المجلة الرائعة التي عرفناها، وهي متوافرة الآن حسن الحظ أظني إلكترونيا PDF، وأيضا تجدها هنا وهناك، ويمكن على الشابكة الإنترنت، شابكة مصطلحنا كما ذكرت سابقا غير مرة للإنترنت. يمكن لأنه أنا جربت أن أجد أعدادا وحتى يمكن تنزيلها مجانا، فإذا متوافرة وما زالت الثقافة رفيعة. يعني أذكر
دكتور علي مصطفى مشرفة من الكتاب. كذا مرة قرأت مقالات له كعادته، وكتبه متوافرة. كتابة العلمية أثرت فيه كثيرا. دور علي مصطفى مشرفة غير الدراما الموجودة في قصة حياتي. يقال إنه سمم لأنه توفى الله في سن مبكرة، يعني لا أعرف إذا وصل 50، يعني تقريبا سن 50. وكان عليه حتى مسلسل مصري، أذكر حلقة أو أكثر منه. كان يلقب أينشتاين العرب، وكان يمتلك ناصية نسبية أينشتاين كل معنى الكلمة، لأنه كان أظني من التلامذة القلائل الأوائل الذي تتلمذ يمكن على يد أينشتاين نفسه، لأنه كان عدد من الطلبة 4 طلبة، لا أعرف إذا كان من بينهم الذين تتلمذوا مباشرة على أينشتاين عندما بدأت شهرته تجوب الأفاق. فعلي مصطفى مشرف كان غزير الإنتاج، ولم ينسى مسألة الكتابة العلمية الدقيقة لكن الجماهيرية، يعني التثقيف العلمي. كان من سادة أساتذة التثقيف العلمي والثقافة العلمية، فقضى شطرا من حياته العلمية والعملية يكتب وينتج كتبا ليست كبيرة الحجم. حتى واخترت عندما كنت في مشروع مكتبة الأسرة، المشروع الأردني، كنت في دورتين، وكان خياري الأول كتابا أي كتاب متوافرا، أي كتاب كان متوافرا لعلي مصطفى مشرف. فيما بعد عرفت الدكتور أحمد زكي طبعا عن طريق مجلة العربي، وما زلت أحتفظ بالأعداد الأولى من مجلة العربي ب10 قروش كانت، وكنا نتخاطفها أعداد هائلة تذهب الأسواق، مجرد ما نجدها نتخاطفها. فمجلة العربي كان في جزء منها ثقافة علمية. أحمد زكي كان يكتب، وبدأ الموسوعة العلمية الميسرة بدأ في الصفحات العربي قبل أن تصدر في مجلد كبير. وأيضا اخترنا هذه الموسوعات الدكتور أحمد زكي رحمه الله أيضا في مشروع مكتبة الأسرة. فهذه من أدبيات العلمية باللغة العربية. دعني أقول فيما بعد لاحظت أن هناك بعض الأخطاء العلمية في كتاباته، لأنه كان يكتب عن تخصصه كيمياء الحيوية أظن البايوكيمستري، وعن فيزياء وغير ذلك من العلوم. فأحيانا يعني كان مقداما ما في شك، لكن المهم النثر العلمي، كتابة سلسة، ولا مشكلة أبدا. من يقول إن هنالك مشكلة في تعريب التعليم وكذا، معنى لا يعرف ماذا يقول بصراحة. ناس أعداء ومجاهل. ليس فقط هناك فقه اللغة، الدقة اللامتناهية، طبعا ولا أقول متناهية التي لا تعني شيء، الدقة اللامتناهية، إضافة إلى ذلك الكتابات النثرية. يعني نظرت إلى نثر ابن الهيثم قبل 1000 سنة، 1000 سنة وهو سلس كأنه كتب يوم أمس، وركزت على هذه النقطة بالذات، نثر العلمي التي لم يركز عليها، كتبت عنها في مجلة الثقافية العامة للمجمع، صدرت فقط بضعة أعداد حتى الآن، وكنت هيئة التحرير في وقت ما، وكتبت عن هذا الموضوع بالذات، سمة مميزة أشير إلى إتقاني في كل تراجم حياتي المعروفة، ترجمتان أعرفهما جيدا، أشير بصراحة إلى إجادة أو إلى إجادته لغة العربية.
كم كان مجيدا. لاحظوا ما في تناقض، هذه زرعت في وقت مبكر وزرعت ثقافتان، ولم أجد مشكلة بالانتقال حسب المزاج إنجاز التعبير، وأيضا أحيانا تجد صعوبة في مشكلة علمية، مسألة علمية، أو أنك مثلا تحب التغيير حتى تبدأ بنشاط أكثر، فتذهب إلى رواية نثر علمي، نثر أدبي ناصع. يعني أنا من البداية كان توجه نحو النثر، شعر السامق يهزني كما يهز أي عربي، شعرنا السامق يعني عندما تقرأ تترنم، شعر السامق القديم والحديث، إنما لا أحفظ. والمسألة ليس الموضوع أنا طبعا حاشا، لكن تجربتي، إنما النثر الذي يهزني لأنه تستطيع أن تعبر أكثر، وأيضا يعني الحضارة بدأت بالنثر وسجلت بالنثر في معظم الحالات، يعني أيضا مسألة مزاج، مرة كذا مرة كذا. المهم هذه القاعدة العريضة، لا تشتت، من تجربتي من بداية لا تشتت أبدا، هي تصب في المصب نفسه. يعني أنت حتى تكتب أدبا فيزيائيا أو أدبيات فيزيائية أو نثرا فيزيائيا، يجب أن تمتلك ناصية لغتك، خصوصا الأم التي تتقنها بالضرورة، وإذا أتقنتها في هنالك دراسات كثيرة، وهذا من تجربتي، تتقن لغات أجنبية. أقول إتقان ليس اللكنة بالضرورة، ليس اللكنة اللفظ وطريقة لي الحنك وغير ذلك، لا، الروح، روح اللغة، تستطيع أن تكون كأنك ابن اللغة من حيث التراكيب، حيث القدرة، مع قراءات وتعب لا تستطيع أن تتعلم أي شيء دون دموع إنجاز التعبير، مثل الإنجليزي الذي يكرره، لا تستطيع أن تتعلم الفرنسية دون دموع، ينطبق على كل شيء، الفيزياء لغة، كيمياء لغة، فيجب أن تتدرب، ويجب أن حتى عقلك، يعني طبيعة الدماغ البشري يمكن هكذا. فهذه كلها كانت في المرحلة الأولى، مرحلة الطفولة، وأستطيع أن أذكر الحقيقة بعض الكتب بعينها، مثلا في المختطف في المرحلة الأخيرة عندما الورق أصبح أصفر والشكل لم يعد يليق تماما، إنما المضمون بقي والغرر بقيت. مثلا دكتور عبد الرحمن مرحبا، فلسفة، لبناني علمي، وكتب عن النسبية، طلعت عليه، وكان في كتاب اللغة الإنجليزية لمؤلف كتاب الهندسة، الجيومتري التي كنا ندرسها في مدرستي، مدرسة المطران، وأشرت لهذا في أول حلقة يمكن، عندما كان هناك لقاء زوم بيني في عمان وبين الدكتور تيسير في ألمانيا، أولم، مسقط رأس أينشتاين، فذكرت هذه. فديورال كتب عن النسبية الخاصة وبأسلوب سلس باللغة الإنجليزية، وكان عبد الرحمن مرحبا، وتأثرت، تأثرت، ونقول من شب على شيء شاب عليه، أحيانا يذكر بالشر، يعني واحد عنده عادة سيئة، من شب على شيء شاب عليه، لكن أيضا عادة الحسنة، من شب عليها شاب عليها. فبقيت وطورتها عندما ذهبت بعد المدرسة مباشرة إلى إنجلترا، كان عندي خيارات طب إلى آخره، اخترت الفيزياء الفكرية كما قلت غير مرة، أي فيما بعد عرفت أنها الفيزياء النظرية، إنما بقيت هذه الأفكار وبقي الهاجس، النثر العلمي العربي الناصع. عندما ذهبت لإنجلترا كانت مجلة لم تعش طويلا، ساينس جورنال، أنتظرها من شهر إلى شهر، شهرية،
أتعجب من هالكتابة الرائعة، كتابة دقيقة، لكن أشباه بالأدب، يعني علم دقيق، لكن هالكتابة السلسة اللي وراها موهبة. وأيضا نيو ساينتست التي ما زالت طبعا حية، وغير ذلك حتى في الصحافة، صحافة نهاية الأسبوع، عطلة نهاية الأسبوع الأحد، كان في مقالات كبيرة إلى آخره تجمع بين ثقافتين. فإذا هكذا كانت فترة التكوين، هكذا كانت في تداعيات كما أقول دائما، وأرجو أن لا أنسى خصوصا الأشياء الأهم. الآن قبل أن أنتقل للمرحلة الثانية، دعني أذكر أيضا الصحافة عموما والصحافة العلمية خصوصا في المرحلة المبكرة. أول مجلة كتبتها بخط اليد كنت ما زلت في الابتدائي بدون مبالغة، كان شعار اللي مقرون بالملك الحسين طيب الله ثراه، فلنبني هذا البلد ولنخدم هذه الأمة، فلنبني هذا البلد الوطن. لما يقال الوطن أتذكر رأسا الكاتب الداغستاني رسول حمزة توف وكتاب المشروع عن داغستان الوطني. أيضا إن لم أكن مخطئا ومتاح مجانا على الشابكة الإنترنت يستطيع الواحد الحصول عليه، شيء مذهل من أول حرف، من أول كلمة لآخر كلمة. فلنبني هذا الوطن، هذا البلد، أنا أفضل الوطن، الوطن كلمة وطن تهزني من أعماق، مثلها مثل أو مثلها مثل الأمة، ذكرني بالأم، الأمة، هذا لها الكلمتان لهما رنين خاص في ذهني. لكن سميته فلنبني هذا البلد بخط يدي، أحاول أن أكبر الخط تخطيط كله بحبر سائل وأوراق أطويها وأدبسها بكباسة أو دباسة ستيبلر، وأكتبها بحيث في توازن بين الأشياء العلمية، الأمور العلمية بما فيه أعداد ورياضيات وحزازير رياضياتية وغير ذلك، والجانب الأدبي أحيانا إذا في رسوم بشفاف أو بشكل، هذه إذا بحشت وبحثت قد أجدها، لأنه كنت ليس من باب الطمع، من باب إيجاد قيمة إنها أعرضها، كنت أعرضها على أترابي أولاد الحارة الذين كنا نلعب معا في الحارة عمان القديمة، وكانت الدولة كلها هناك، يعني إن رحمت والدي متى يجتمعون يلعبون الطاولة تحت شجرة مشمش عملاقة، ونحن صغارا، كنا صغارا، ونحن صغار. فكنت أتقاضى أظن قرشين أو قرشين ثلاث، قرشين، كنت أتقاضى قرشين، أن هو عدد واحد وما في آلات النسخ الفوتوكوبيينج ماشينز، أنا أقول مصطلحات الإنجليزية، وأن المقابلات العربية بهاي النواحي ألفاظ الحياة العامة مستقرة إلى حد ما، فلا أكتبها من باب اللغة الأجنبية وكذا، لكن على بنا إنه مصطلحات اللغة الأجنبية مستقرة أكثر هذه، لكن ألفاظ الحياة العامة هذا ما نستعملها. وأعتذر عن الاستطرادات، لكن كلها تصب في الهدف نفسه. فالمجلة يأخذها مازن لنقل، يعيدها بعد أسبوع الأكثر، وسعد يأخذها مرة أخرى أسبوع، عدد قليل جدا، هذه بسن مبكرة. حتى مع كل الضغط الوقت في الامتحانات المتعاقبة، كان امتحان الإعدادية العامة وفيما بعد عندي الجي سي إي اللي هي الآي جي الآن،
كنا نسميها ماتريك لندن لأنه تابعة للجهة التي تتبعها هذه الامتحانات كانت جامعة لندن. لهذا السبب كنا نسميها امتحانات ماتريك لندن. موضوعات مستقلة، وأخذت عددا كبيرا من الموضوعات، ثم أنت مرحلة توجيهي وما تبقى منها، فكنت مؤهلا لأي جامعة في العالم سواء في الغرب ولا الشرق، سواء في الوطن العربي أو خارج ذلك. هذا كله على الهامش حتى نعرف الأجواء. لكن مع كل هذه الضغوطات عنا على بالي أن نؤسس مجلة أخرى في ثاني ثانوي، كنت سميتها مرآة الطلبة، وكان بعض الأصدقاء منهم ما زال في تواصل لكن عن بعد، ومنهم من رحلوا لكن عدد محدود يعني من الطلاب. أحدهم كان له كان صاحب مطبعة المعارف، هكذا كان أنا اسمها في القدس. أنا أتحدث عن عام 1965. قدس مكانها الضفة الغربية، مملكة الأردنية الهاشمية. فكان معنا وأذكره بالخير، نهاد زخرية، أينما كنت. فكنت أيضا بخط اليد أنسى أحدهم، لا داعي أذكر كل الأسماء، ما زلت أذكرها، أذكر الأسماء، يذهب إلى القدس ويتابع، تأتي تجربة مطبعية لبروفا، أدققها بقدر الإمكان مع كل الضغوطات، وتذهب ثاني يوم أيضا. وأصدرنا عددين فقط من مرآة الطلبة، وكان فيها نبذ، كتبت نبذة أذكر في العدد الثاني عن عادل زيتر، توفاه الله عام 1957 كما أذكر، لأنه أذكر رحمة والدي كان علي أن يذهب إلى تأبين أظن في نابلس، وجاء بكتاب أبيض، الكتاب بالأحمر أو الأزرق، في الكلمات وسيرة العلمية والعملية الأستاذ عادل زيتر وغير ذلك. حبذا لو ما زال أمامي أو متاحا، لا أعرف أين ذهب هذا الكتاب، لكن كتبته عن باب الوفاء. أيضا البدوي الملثم يعقوب العدات رحمه الله كان صديقا رحمة والده وأصدقاء عائلته وعائلتنا، صداقة متينة، واغتنمت الفرصة ذات يوم وقدمت له بعض الأسئلة، قلت إذا ممكن أريدك أن تجيب عنها حتى ننشرها في مجلة مرآة الطلبة، واستجاب. وحتى الذين يعنون الآن يعنون بأدب البدوي الملثم، في بعض الأصدقاء، بعضهم في المجمع، بعضهم منتدى الفكر العربي، حتى أحدهم لقب هذه المجموعة العوداتيين نسبة ليعقوب العودات، فعرفته يعني تماما، كان يزور رحمة والدي باستمرار. فهذه موجودة في العدد الثاني المقابلة. وعندما كان في مناسبة، كانت أرملته ما زالت حية رحمة الله عليها، وكنت مترأسا الجلسة، وكنت أعمل في المنتدى الفكر العربي آنذاك، طبعا جنبا إلى جنب الجامعة الأردنية، فأعددنا في المنتدى هذه في ورقة تشبه غلاف المجلة، مجلة مرآة الطلبة، ووزعت على الحضور، واحتفى بها الجميع وأعجبتهم الفكرة كثيرا. قلت هذا حتى أقول إن الصحافة والجانب العلمي، النثر العلمي، نشأت عليه يعني منذ البداية. لا أذكر أي وقت لم يكن هذا حط اهتمامي،
وثقافتين. فإذا هذه ما زلت أحتفظ وأظن بعدد فقط نسخة واحدة من كل عدد. وحتى المرحوم شيخ الحماني أبو عمر كان أيضا في الابتدائي درسني كدمادة اللغة العربية، الوطن العربي، الجغرافيا إلى آخره، ما أذكره بلغة العربية بشكل خاص. ذهب إلى جلالة الملك آنذاك حسين وطلب دعما لإصدار مجلة تحت مظلة مدرستنا، مدرسة المطران في عمان. كنت وقتها بالخامس ابتدائي والسادس ابتدائي، وأصدر أيضا عددين مجلة لم تخطئني الذاكرة كان اسمها الهدف، واحتفظت بعدد من كل منهما، نسخة من كل عدد. وعندما عملنا معا معية سمو الأمير الحسن حفظ الله ورعاه تقابله يوميا، ذكرت ذلك فطلب مني أن آتي بهذين العددين، لا أذكر تماما إذا عادهما، الأرجح أنه عادهما إلي وصورهما. فأذكر هذه ليس من باب الطرائف فقط، إنه واحد في دمه. فكان هذا النشاط وبقي في نفسي، وبقي الميل موجودا. التوفيق بين كل الأنشطة هذه بحاجة لإدارة وقت، لكن أيضا أنه تصب في مصب واحد جاز التعبير، بحيث تكون رؤيتك واضحة ولا يكون هذا على حساب ذاك، ولا تشتت نفسك ولا تتشتت إذا أحسنت إدارة الوقت. لأنه كما قلت أكرر أنه هذا يدعم ذاك وذاك يدعم هذا وهكذا، يعني بمعنى أنه لأنه بالضرورة، يعني حتى الرجل اللي منقطع على علمه أحيانا يذهب إلى رحلة وتأتي الأفكار على باله وهو في رحلة صيد، كما قال أينشتاين صيد سمك، أنه أفكار تبني كل سيرته العلمية، كل إنجازاته تأتي ليس وهو دائما عاكب في مكتبه أو في بيته أو في عمله أو كذا، لا، وهو أيضا يتنفس نسائم الربيع وغير ذلك في رحلة في إجازة بكذا. فأنا عندي الإجازة هو أن تذهب إلى نشاط آخر، كان يكون قراءة رواية، قراءة كتاب أدبي، سيرة مثلا ذاتية معينة لفلان أو علان، إضافة إلى موسيقى مثلا موسيقى كلاسيكية بالنسبة إلي. هذه كلها تنعش الروح وتجعلك تركز أكثر، فما في تشتت، صدقوني ما في تشتت. يعني الواحد يحاول أن يعطي كل ذي شيء حقا. فهذه المرحلة الأولى. الآن المرحلة الثانية كانت في إنجلترا. ذهبت أولا، كان الـ A level في هذه الـ IG أو GCE لم يكن متاحا في الأردن، مدارس الخاصة لم يكن، فكنا نذهب إلى إنجلترا، كان سنة أو سنتين على الأكثر طبعا، لكن سنتان لابد منهما حتى يتأقلم الواحد منا وأيضا يقدم طلبات للجامعات. فذهبت إلى بلدة اسمها تشسترفيلد، ليست بعيدة عن شيفيلد، وفيها كلية كانت ممتازة جدا. انقطعت عن العرب، ما كان في عرب هناك أبدا، أجانب قلة من أفريقيا، من يمكن شرق الأقصى وهكذا، عدد قليل أيضا، لكن عرب لا يوجد. فصرت أفكر بعبقرية اللغات العربية التي تخاطب الروح والوجدان، يعني كيف الواحد يكون نقيا بقدر الإمكان، دون مراجع، دون أجواء التي اعتادها، أنت في غربة. فبدأت تتبلور هذه الأمور في ذهني،
إضافة لذلك عندما تصنع الفرصة كنت أكتب، يعني مثلا مراسل، أراسل مجلة المكتبة في الكلية التي كنت فيها وغير ذلك، وتؤخذ جديا وتناقش، ومدير المكتبة مثلا يأتي إلي ويقول هنا نعم أنا أستجيب لهذا ومعك حق، هنا أنا أخطأت، هنا إلى آخره، تؤخذ جديا. وهذا بقي عندما ذهبت إلى جامعة مانشستر، البكالوريوس مرتبة شرف 3 سنوات، خصوصا بالسنة الأولى والثانية كان في مجلة معينة مثلا النزل الذي كنت عادة أسكنه، وأحيانا حتى شيء له علاقة بجامعتي بقسمي إلى آخره، كنت أكتب حتى أنظم شعرا باللغة الإنجليزية. وأيضا إذا بحثت، وأنا أقول بحث، قد أجد أمثلة من ذلك. لم أحتفظ إلا ما كان في عندنا حاسوب، لا شخصي ولا حاضون لابتوب، اصطلحنا المؤقت في المجمع، ولا شيء من هذا القبيل. لم تحتفظ بأوراقك، ما في إلا عندما تطبع في مجلة أو كذا تحتفظ بنصها وهكذا. فهذه كانت فترة تكوينية، ما زالت يعني المرحلة الثانية الآن. المرحلة الثانية، ومنحت بعثة كاملة تعطى عادة للطلبة الإنجليز عندما أكملت البكالوريوس سنة 1971. الحقيقة السنة الأخيرة كانت أيضا لا فقط النظريين، يعني قسمنا إلى تجريبيين ونظريين، فقط أول 10 أو 12 من الدفعة، 120 130 طالبا، فقط أول 10 أو أول 12 طالبا اختيروا للنظري، لمجموعة النظر النظرية، فيزياء النظرية ثيوري جروب. حصلت على ذلك وبدأت أقدر الفيزياء وتاريخها العريق وفلسفة الفيزياء، فلسفة العلوم عموما، أكثر فأكثر. بدأت أكون على تماس مباشر مع الكون بكل أبعاده، من الصغير جدا إلى الكبير جدا، وهذا دائما على بالي، وأذكرها بالصف، وأذكرها في محاضرات الجمعية الفلسفية الأردنية مثلا، أذكرها في مقالة في مجلة المجلات مثل مجلة الكون، وهكذا. بدأت تتبلور تماما، انبهرت بما يحدث على مستوى صغير جدا البعيد عن البصر وحتى يمكن عن البصيرة. فبداية بعد البعثة الكاملة، وأنا أتيت قبل تاريخ معين، كانت الأقصاد لا شيء، المعدل تغيير العملة أيضا لصالحنا، يعني الباوند الجنيه الاسترليني كان تقريبا معظم السنوات هذه نصف دينار أردني، فكان تقريبا تعليم مجاني تقريبا قبل أن تبدأ موجات الغلاء وكذا بتسارع. لكن الذي وصل قبيل هذا نجا. والنقطة أنه مع البعثة الجيدة جدا، ليست بعثة صنف معين درجة أن لا، أفضل ما يمكن، هذه جعلت الواحد يركز. وأذكر بعيد ذلك، بعيد في بداية مرحلة دراسات العليا، هي في امتحان أو مثل مشروع تأهيلي، سموه هذا دبلومة فور أدفانسد ستاديز إن ساينس، يعني دبلوم العليا في العلوم، أي اسمها، بعضهم يسموها ام اي ام اس سي ام فيل إلى آخره، المهم الدكتوراه. فبالنظام الإنجليزي إذا لم تطلبها أو أنك رسبت في شيء، تأخذ الماجستير ويقولون لك مع السلامة. أما إذا كنت إما محلقا أو على الأقل بسهولة ويسر تمشي الأمور، هذا بلا دكتوراه رأسا، بس لابد أن تنجح في هذه، امتحان شفهي
كتابي أيضا تكتب مشروعا يعني، لكن بدون هالرنة والطنة والطقوس إنه تناقش في أمام جمهور وتلبس الروب الخاص والرداء الخاص، وإذا إضافة إلى ذلك تقضي فصلا كاملا وأنت تكتب وتراجع ويراجع غيرك وهكذا. لا، وأيضا إذا وفقت وأنجزت شيئا ملموسا تستطيع أن تستمر في الموضوع نفسه للدكتوراه. لهذا السبب أنجزت الدكتوراه بسرعة، يعني 1 سنة، يعني 2.5 سنين بعد البكالوريوس. وفي هذه الفترة في بدايتها أيضا أعود إلى موضوعي الأصلي، ذات ليلة، كان ليلة رأس السنة الميلادية وفي أصوات في الشوارع والعربدة وكل هذه الأمور، أنا عزلت نفسي كأي زاهد وبدأت أكتب. كانت نظرات في عين ذهبية التي كونت فيما بعد الجزء الأول من كتاب الكراسة القرمزية وعمل مبكر، صحيح نشر عام 1981 في بيروت تحت الضرب وتحت النيران فيما سمي الحرب الأهلية اللبنانية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، إنما كانت في بيروت، وهي الطبعة الأولى. فيما بعد صدرت طبعة ثانية، لكن هو لم يكتب عام 1981، هو نشر مع بعض الانتقاء اللوحات وبعض الأمور، لكن المادة خصوصا هذه بالذات الجزء الأول نظرات في عين ذهبية كانت بعدد محدود جدا من الجلسات فقط أكتب. طبعا لا، ما عندي مسودات، لا تؤاخذوني، ما في مسودات، سواء أمليت أو سواء كتبت أو طبعت، ما في مسودات، لكن أحيانا لابد أن أفكر قبل أن أبدأ، ثم كل أمور تسير. أما ما في مسودات وتشحيط وكذا، هذه أيضا نعمة كبرى، نعمة كبرى رب العالمين. لا أعرف كيف اكتسبتها وكيف نشأت معي، لكن ساعدتني كثيرا في الأيام العصيبة الكثيرة عندما تتراكم الأمور وتتكالب على الشخص. فذكرت ذلك لأنه هاجس النثر، لكن فيما بعد النثر العلمي دائما أنظر لهذه المسألة. لكن طبعا كان في البحث العلمي الرصين هذا يشفط شفطا الوقت، يعني مثل الثقب الأسود، تصد كل شيء ولا يهرب منه، كل جهدك وكل طاقتك وكل وقتك. هذه الفترة في البداية تصنع نفسك، خصوصا أن الوقت في النظام الإنجليزي محدود، ليس النظام الأمريكي، عندك من الوقت حتى تنضج حتى هذا. لكن الفلسفة أن تنتهي بسرعة وتبدأ حياتك البحثية جاز التعبير، وهذا ما حدث. لكن مسألة الكتابة دائما كانت معي، كنت أكتب رسائل طويلة إلى رحمة والدي وغيره، ضاع معظمها صار لأنه كنت أكتبها كأنني في عدد كبير من الروايات. بصراحة كان فيها تجاذب الرسائل، وأيضا تنشر كتب كثيرة عن مراسلات سين هو أو هي مع صاد أو غيره، مثل رسائل مثلا مي زيادة وجبران خليل جبران مثلا، مثل رسائل غادة السمان وغسان كنفاني مثلا. وسألت غادة السمان فيما بعد لما كنت في المجلة الثقافية في الجامعة الأردنية، سألتي إليها بعد قليل وأجابت، المقابلة كانت أعتز بها كثيرا. فهذه المراسلات موجودة عندنا في أدبيات الماضي والحاضر والماضي القريب، وهي أيضا كنوز ثمينة في الأدبيات الإنجليزية وغيرها. أنا أعرف الأدبيات الإنجليزية بحكم معرفتي باللغة،
فبعضها نصوص أدبية سامقة صراحة، يعني رفيعة جدا، رفيعة المستوى، وتدرس لأنه تكون عفوية وتكشف ما في خبايا النفوس. هذا كله جنبا إلى جنب مع الفيزياء وثقافات أخرى. يعني الكتابة برأيي يجب أن تكون دقيقة، يجب أن نحترم لغتنا كما هم يحترمون لغتهم الإنجليزية. كتاب ضخم لا تكون فاصلة في غير مكان، في كثير من الكتب، ليس كل الكتب لكن كقاعدة عامة. طبعا يكون محرر لكل كتاب وغيره، لكن الاحترام، احترام للغة، أيضا الدقة، خصوصا ما يكون تقتضي الأعمال الدقة، عمل معجمي مثلا أو عمل فيزيائي صارم. أما حتى ولو لم أرتفع ذاك المستوى، يجب أن لا أفتخر بذلك وأقول لا أنا فيزيائي، ما شو اللغة، كيف كيف. هناك اكتشفت أن من ترجمات أينشتاين ومن مقابلتي مع بعض الذين يعرفون الألمانية، أنا كان سيدا من سادة النثر الألماني، من الهيثم كان سيدا من سادة اللغات العربية في زمان، غاليليو كان سيدا من سادة اللغات الإيطالية. لم أعرف أحدا من أساتذتي والعلماء كبار أو فوق المتوسط إلا وهم يتقنون لغاتهم الأم. أما مسألة عندنا الشرخ أغرب الخيال. يعني أعود إلى ثقافتين أيضا، لا يجوز أيضا وأنا في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين أو الحادي والعشرين، لا يجوز أن لا أواكب أفهم ماذا يدور من هالتيارات في العالم المتغير. كما قيل، الثابت الوحيد في عالمنا وفي دنيانا هو التغير، ثابت الوحيد، يعني تناقض في ظاهره لكن هو صحيح في جوهره. فإذا كانت هاي الفترة، أنا بعد الدكتوراه وقعت عقدا يعني لسنتين في المقام الأول، لكن لابد، كنت قد عين الجامعة الأردنية، بعد 8 سنوات عدت إلى أرض الوطن، و كان الدكتور عدنان بدران عميد العلوم قبيل، أو قبل وقت قصير من ذهابه إلى إربد وتأسيس جامعة اليرموك. لكن هو ورئيس قسم الفيزياء رحمه الله ورئيس قسم الرياضيات رحمه الله جاءني وأنا عند مكتب الدكتور عدنان بدران، أنه نريد، نحن بحاجة ماسة، هذا يريد أن أدرس هذه المادة، وفي عزوف عنها من الأساتذة، وهذه مادة في الرياضيات وغير ذلك. قلت لا أستطيع لأنني وقعت عقدا. قال لي الدكتور عدنان بدران فليكن، دبر أمورك هناك ولتعد نهاية الفصل الأول. لم أستطع فكتبت، وكانت بعض المراسلات كلها بخط اليد باللغة العربية مع رئيس الجامعة آنذاك رحمة الله عليه الدكتور عبد السلام مجاني، الذي قدرته كثيرا في وقت لاحق كما أقدر الدكتور عدنان بدران أطال الله في عمره. يعني كان رونق، ولم تكن دائما المسيرة مثل مع الدكتور عبد السلام مجاني هادئة وميسرة، لا، كانت عاصفة أحيانا. لكن عندما أفكر في الحسنات والفضائل وغيرها، أنسى إذا في أي شيء شخصي أو أي شيء لا يعجبني أنسى، لأن هذه الحسنات تبقى، ودائما الواحد يبدأ بالحسنات طبعا أي إنسان. المهم أنه لم أستطع رأسا، لكن قلت أنه نهاية السنة الأولى. طبعا كان في احتجاج من الطرف الإنجليزي، لأنه أنت المكان الأول لسنتين ومشروعات وماشي على أحسن ما يرام، كيف تترك لولا الصداقة ولولا كذا بجامعتي، يعني لأنه كان هذه فترة في جامعتي جامعة مانشستر، لما وافقوا على فك العقد وعطوا، بدأت حياتي في الجامعة الأردنية. هون نبدأ بالمرحلة الثالثة، لأنه الآن بدأ شيء من الاستقرار، انتهيت
عدت لأرض الوطن، تماس مباشر مع أبناء وطني. لم يكن جاك وسميث وكذا، الآن أحمد وعلي ومحمود وكذا، وأيضا رسالة. وأنا أعشق التعليم وأعشق البحث وأعشق الكتب، وهذه كلها عشق، لكن في رسالة خصوصا بالنسبة للأجيال. عندك إن شاء الله عندك شعلة، ويجب أن تذهب هذه الشعلة أن تنتقل في حينه إلى أجيال، إلى الجيل اللاحق، وكل جيل وهكذا مثل سباق التتابع. أذكر في بدايات الأولى، مع أنه كان العبء كبيرا جدا جدا، كتبت بعض المقالات في منبر الرأي مقروءة جدا، يعني بكل عمري، لكن بتلك الأحيان كانت تناقش منبر الرأي. يعني مثلا كتبت عن أنه تركت الأردن، كان هنالك مهنتان، الطب والهندسة وكل شيء آخر دونهما، وعدت والأمر لم يتغير. يا جماعة، لا نستطيع أن نبني وطنا ولا نستطيع أن نبني حضارة هكذا. الرغبة يجب أن تحدد، ونحن بحاجة إلى تميز هنا وهناك وكذا، على قلة أعدادنا نسبيا، و يعني نحن بلد صغير في حجمه في مساحته، لكن كبير في طموحاته وفي نفوسه إن شاء الله. على كل، بدأت في وقت مبكر. ثم الخطوة الكبيرة كانت مجلة أفاق علمية، في التي كانت تصدرها مؤسسة شومان، مؤسسة عبد الحميد شومان، وأيضا مؤسسة اسمها مؤسسة الروافد في قبرص. مجلة أفاق علمية كانت موفقة جدا لأنها جماهيرية، موجهة نحو الجمهور العام، وإخراجها وصفحاتها وبعض موضوعاتها كانت شائقة وجاذبة. يعني كنت أتوقع أن يكون لي دور مثلا بهيئة التحرير مستشارين، لكن يبدو أنهم كان في ذهن فقط الناس الذين عندهم وقت مثل هذه المسائل، الذين يعرفونهم شخصيا وهكذا. إنما أذكر لما تسلم الدفة الدكتور أسعد عبد الرحمن الصديق العزيز، طلب مني ذات يوم أن ألقي محاضرة، وقال لي الحضور جيد جدا في مؤسسة شومان، المبنى القديم في شمساني، فيعني الآن في وقت لاحق سنوات دخلوا إلى جهاد دوال الأول، فطلب مني أن أعطي محاضرة. ففكرت، هذا بعد سنوات من مجيئي، لكن فترة مبكرة، وكانت المحاضرة بعنوان سندباد فيزيائي ونسبية أينشتاين، طبعا النسبية الخاصة التي ركزت عليها. وقال لي بعد المحاضرة إنه كان يظن أنني سأنفر الجمهور بمعادلات وبعض الأمور المعقدة والصعبة عليهم، وكان في صلب التخصص. فوجئ بأنه لا كانت هكذا، ولا ناحية أخرى يفكروا فيها، كانت موجهة نحو الجماهير، راعت الطبيعة العامة للجمهور، بعضهم كانوا في سن مبكرة وبعضهم كانوا بالغين. يعني حتى أذكر الوجوه كان أمام الآن، وأذكر بعض الأسماء حضور، وكان هنالك أسئلة كثيرة، بعض حتى كانوا سيغلقون المبنى وانتظروا أكثر مما يجب، لأنه أتى يعني كثيرون أتوا. سرت، وفيما بعد أعددت النص وأضفت رسومات خاصة ونشرته، سندباد الفيزياء نسبية أينشتاين، واختير هذا الكتاب، هذه الطبعة الأولى، أيضا المؤسسة العربية للدراسات والنشر، مؤسسة فارس في عمان، أصل المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، وكان هناك طبعة ثانية أيضا صدر في مشروع مكتبة الأسرة الأردنية، اللي هو للجماهير.
فنال حظا من الرواج هو والكراسة القرمزية مع الفارق في الاتجاه. هذا كتاب أدبي فكري فلسفي على صغر حجمه، تأملات عبر سبيل، هذا كان العنوان الفرعي، وسندباد الفيزيائي. أيضا يجب أن يفهم معظم ما أورد غير الفيزيائي حتى غير العلمي. كانت تصلني كتابات كثيرة، لكن تركيز كان معظم الوقت على البحوث، وبدأت البرنامج جلسات عليا من البداية انخرطت فيه كما قلت، وليس هذا موضوعنا، لكن فقط حتى نعرف الأجواء. الفرصة التي أتت جاءت ذات يوم في بدايات شهر نيسان، شهر 4 عام 1983. كان أقرأ الجريدة، صحيفة الرأي والدستور، في المقام الأول، لم تكن الغد هناك، هاتان صحيفتان كانتا الرقم 1 و2 يمكن. فقرأت نبأ عن جامع الأردن بالصفحة الأولى تتم في الداخل، إنه المجلة يعني في قرار رئيس كان دكتور عبد السلام المجاني رحمه الله، هذه بفترته الثانية دكتور عبد السلام المجاني، لأنه عندما ذكرته أول مرة كان بفترة نهاية فترته الأولى، ثم عاد بفترته الثانية. ولا القرار أنه تأسيس مجلة ثقافية اسمها المجلة الثقافية في الجامعات الأردنية، تكون مجلة ثقافية رصينة، وهيئة التحرير تتألف منه. كان اسمي بالأول، لأنه بالجامعة تكون حسب الرتبة، كنت أنا الوحيد من الأسماء أستاذا مشاركا آنذاك، كلهم أساتذة مساعدين، كانوا أساتذة مساعدين بما فيهم رئيس التحرير كان دكتور خالد الكركي رقم 3 أذكر، لأنه بيننا في كان دكتور إبراهيم ناصر يمكن، دكتور عبد الله وداد، وفيما بعد كان دكتور فايز الربيع وغيرهم، لكن دكتور بشار عبد الهادي أظني كان معنا. مجلة ثقافية أسسناها بشق الأنفس، لأنه كان في أشياء كثيرة يجب أن نبدأها ولم تكن الرؤية واضحة، وحتى اغتنمنا فرصة لقاءات كان لابد أن يكون مثل مقابلة جدية جدا وطويلة ودقيقة، حتى العنوان الذي عنا على البال أطول حديث مع، وكان في العدد الأول دكتور فؤاد زكريا رحمه الله، يعني اجتمعنا وقصفناه بالأسئلة وأجابة. سألته عن النثر العربي في كتاباته، ذكر دكتور زكريا محمود فؤاد زكريا كان ناثرا ممتازا. ليس المجال هنا، ذكرت في السابق شيئا عن الذين أثروا فيه، لكن هذه كان قبضنا عليها بكلتا اليدين المجلة، والعدد الأول صدر شهر 10، وكنت قد سافرت لتوي بعد مدرسة البتراء الفيزياء، ذا كانت الثانية بعدها مباشرة، وأفردت لها حلقة خاصة مدرسة البتراء الدولية، سلسلة مؤتمرات متقدمة، يعني مدرسة بالمعنى الشائع سمر سكول وتر سكول ترجمناها حرفيا. فبعد مباشرة سافرت إجازة فرع علمي جامعة كورنيل في إيثاكا شمال نيويورك ولاية نيويورك، وتسلمت العدد الأول وأنا هناك في البداية، وعملت حاولت أن أجد كتابا لها وهكذا، لكن عدت إلى مسألة الثقافتين، مجلة الثقافية وضعنا أرواحنا فيها، لكن أنا جدا لأنه مسألة التحرير مثلا أنا أنظر إليه بأنه يجب أن يكون غاية في الدقة، وعندي التعبير المحرر المطبوع، هؤلاء
كيف الشاعر المطبوع المحرر المطبوع الذي كأنه ولد هكذا مثل الشاعر المطبوع بالسليقة غير التدريب وغير كذا. في أمور كثيرة التحرير يأخذونها مشيا. أنا أقرن التحرير سواء التحرير العلمي أو عموما التحرير بالنضج الحضاري. يعني المحرر يجب أن يكون أهم من هذا بكثير مثل المعلم. نحن لا نعطي المعلم حقه، علم المدرسة مع كل الحكي والإنشاء لا نعطي حقه، ولا نعطي أيضا المحرر. حتى أنا في بعد ذلك بسنوات وجيت بمشروع كلمة أبو ظبي، راجعت كتابين كان أشبه بي أيضا جزء من تحرير، هي كتب مترجمة، ووضع اسمي في الإيداع جانب المترجم أو المترجمة كتابان، واحد عن المغناطيسي والثاني عن الجينات، وهذا موضوع آخر لما اختاره فيزيائيا للجينات بإصرار، موضوع آخر. المهم أنه فأنا أخذتها يعني مثلا 120 صفحة وحررها، لا أستطيع أن أتمم العمل في ليلة واحدة حتى ولو كنت متفرغا، لأنه الانطباع السائد كان أنه أنا أخذ هذا. ولهذا السبب كانت الأخطاء كثيرة، تجد جزءا ما في يكاد يكون خاليا من الأخطاء والفوائد، وأجزاء كثير الأخطاء. حتى الدكتور ناظر الأسد رحمه الله قال لي مرة أنه أخطاء كثيرة فيما بعد استلمت التحرير كانت من أولوياتي أن أتخلص من الأخطاء. أي شاب في ناشئ في مدرسة كان يقول إيه كم خطأ في كم سطر كم خطأ، يعني أنا شعرت بالعار. لكن كانت مثيرة وبدأت تستقطب كتابا ليس فقط من داخل الأردن وإنما من سوريا والعراق على وجه التحديد. إنما نظرت في الموضوعات ما فيها علم، ما فيها عنصر علمي. هل يعقل مجلة ثقافية ما يوجد فيها ثقافة علمية؟ هل يعقل؟ تعجبت. وأخيرا وكانوا دائما يستجيبون أكثر من 90% لما أقول زملائي هيئة التحرير. فعدا عن ذلك، عدا ذلك كان الواحد أحيانا يكتب كلمة الأولى باسم هيئة التحرير، كان يظنون أن رئيس تحرير أنا ذا هذه الكراكمة حب الألقاب، لكن طبعا كنت أنا وراء الذي يعرف الأساليب مختلف وكنت أشكل ودقة إلى آخره. إنما كان فيها لمعات، وفيما بعد صرت أكتب عن محتوى المجلة ألفت النظر إلى هذا الموضوع وذاك. عدا ذلك أكتب وأركز على النثر العلمي، لأنه في العدد الخامس من مجلة الثقافية فصلية فيما أذكر أردت أن أدخل زاوية علمية بالبداية، وكان هناك التقرير العلمي للأخوين مدينات، أستاذ حيدر مدينات أعرفه جيدا لأنه كان قضى وقتا طويلا في التربية، تربية التعليم والمناهج، وهو من الخبراء في التخصص في الأحياء البيولوجيا، والأخوان دينات أستاذ حيدر دينات ومهندس حسام دينات. حسام أيضا يعرف ثقافته فرنسية، يعرف الإنجليزية والعربية ويترجم ويكتب كتابات علمية. فكلفتهما بالنيابة عن هيئة التحرير بتقرير علمي، كتابة تقرير علمي في كل عدد. ومعظم الأشياء نبذ صغيرة عن هذا الموضوع وذاك وترجمة التصرف، لكن كانت البداية. وثابرا على ذلك سنوات، إلا لما تركت المجلة بعد ذلك بسنوات أتى من أوقف هذا. لكن بعد عددين من ذلك، يمكن العدد السابع، سامحوني هذه من الذاكرة إذا راجعتم الأمر وفي خطأ، إذا حول هذا الكلام إلى نص يوما ما سأراجع كل شيء، لكن الأرجح أنه
صحيح، يعني ذاكرتي عادة تسعفني. وفي العدد السابع، قلت لا يكفي هذا التقرير العلمي، فبدأنا جزءا سميناه المجلة العلمية، مجلة داخل مجلة، مجلة علمية. بدأ التقرير العلمي وأشياء تانية، مثلا في تلك بعد ذلك جاءني المهندس خليل القنصر رحمه الله، الذي كان من مؤسسي الجمعية الفلكية الأردنية، كانت أولا للهواة ثم أصبحت للمحترفين، وكان من مؤسسي اتحاد العربي الفلك والفضاء، وكان أيضا مخلصا متفانيا في هذا الجانب، يشتري مجلات كثيرة على حساب الخاص بذلك الموضوع، ويلملم ذلك ويكتب الموضوع. فأعطيته حرية التصرف، يعني يكتب أحيانا كتابة طويلة جدا، لكن مع ذلك أنظر فيها أجد أنه فيها وراها جهد كبير وكذا، فليكن. حتى استلمت رئاسة التحرير بعد دكتور هادي الكركي مباشرة، وكنت مترددا، لكن كان الرئيس الجامعة الدكتور محمود السمرة رحمه الله، وطلب مني، فقلت فليكن مع كل الأعباء الثانية. هذا بعد سنوات، يعني بعد 6 سنوات، وبقيت رئيسا للتحرير 10 سنوات، ثم بقيت هيئة التحرير المجموع 24 عاما. لكن المجلة العلمية بدأت تكبر وتكبر بالحجم وبالتنوع الموضوعات وبمستواها، إضافة إلى ذلك استقطبنا عددا كبيرا من جميع أرجاء سوريا والعراق، يعني لم يكون بلدان عزيزان قد تعرضا لما تعرضا إليه فيما بعد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مجموعة كبيرة، وأصبحوا من كتابنا الدائمين، ومقالات فيها أكاد أقول إبداع. وبدأنا نصدر أعدادا ضخمة حتى نستوعب بعض هذه، لأنها فصلية، يعني لو كانت الإمكانيات متوافرة كان بكل بساطة تكون شهرية ودائما في فيض من المقالات. فأصبح لها قراء كثر حتى من الطلبة، لأنه بعض الطلبة كانوا طلبة في قسمنا مثلا فيزياء ودرسهم، وكانوا يحتفظون بكل الأعداد. وحتى أذكر أنه في شومان كان في ندوة طلب مني أن أشارك فيها، أذكر محمد ناجي عماري في بدر عبد الحق رحمة الله عليه، لكن لم يستطع القدوم، يمكن بدايات مرضه كانت موجودة. ولا أذكر الثالث، ربما فايز محمود رحمه الله، ربما. المهم الحضور أشادوا بالنقطة، ليس أنا يعني بالمئة قلته، إنه لا يوجد ثقافة فقط بشعر وبقصة قصيرة، لا، أين العلم في هذه؟ نحن في القرن، كنا في القرن العشرين، نهايات القرن العشرين، كيف نحذف هذا النشاط؟ طب أليس ثقافة؟ أليس ثقافة هذه ثقافة العلمية؟ كيف؟ فأعجب ذلك عددا كبيرا من الجمهور في النقاش، قالوا ذلك صراحة، إنه أنتم تكلمتم عن شيء غير ثقافي. طيب أدب أو مثل الملاحق، كان في المقام الأول فيما أذكر عن الملاحق الأدبية، وشيء بالشيء يذكر. تطرقنا أيضا إلى المسائل الثقافية العامة، ما معنى الثقافة؟ ما معنى مفهوم الثقافة يا جماعة؟ فأذكر ذلك تماما، لأنه قلنا وفعلنا في هذا الشأن. فكان مقالات أخرى أيضا تكون، وأنا دائما بالصفحة الأولى صرت أكتبها باسم رئيس التحرير، أولا باسم هيئة التحرير، أنا رئيس التحرير، وأشير بصراحة أنه
يعني تابعه هون. لما مات الله يرحمه محمد عبد السلام، وردني النبأ من مكتب ولي العهد ومكتب سمو الأمير الحسن حفظه الله ورعاه، إنه محمد عبد السلام العالم الكبير الفيزيائي الكبير توفاه الله. كان لابد أن نكتب نعيا في الجوردن تايمز باللغة الإنجليزية. وكان أيضا سمو الأمير اقترح مثلا أن نحتفي بمقالة وكذا، كان رأيي أنه مقالة سمو الأمير مع ملف كامل، عدد إما في العدد 40 أو 41، 41 من مجلة ثقافية. وهكذا كان في وقت قصير جدا ساهم فيه الدكتور تيسير صبحي صاحب هذه القناة ومدير المركز ومؤسسه. هو صبحي، تيسير صبحي يمين، كان بسرعة اتصلتوا به. وأيضا كان فيه ترجمة لكتاب محمد عبد السلام Ideas and Ideals، يعني الأفكار والمثاليات. كان ترجمة لأظني إما أدهم أو وجيه السمان في سوريا، حتى مقتطفات. كان مقال لسمو الأمير في الوسط، هذه ما زالت محتفظا بها في مكتبة المركز الذي أسسه المرحوم محمد عبد السلام في غرفة ذكريات ميمورابيليا. فدخلت بعد ذلك ببضع سنوات وإذ بالمجلة مفتوحة على مقالة سمو الأمير عن عبد السلام. وفي مناسبات ثانية ليس في المسائل العلمية، لكن المسائل العلمية لأنه لا بواكي لها بالنسبة للأمور الأخرى. حتى المجلة الثقافية الكبرى الأردن أفكار إلا حديثا بدأوا يتحركون في هذا المجال، وفي فضل أحد أعضاء التحرير الدكتور إبراهيم بدران. أما نحن بدأنا ذلك من الأول، وكتبنا عن ثقافة الثالث وعن ثقافتين قبل هذا بسنوات كما قلت من سن مبكرة. لكن لا ترسخ، لم أكتفي بذلك، يعني كان بين الحين والآخر محاضرات للطلبة لغيرهم، كتابات متفرقة، يعني مجلة رابطة الفيزيائيين كما كانت تدعى الآن جمعية الفيزيائيين، لكن كانت نشيطة جدا. كان الطالب السابق عندي في الماجستير دكتور الآن طبعا دكتور محمود عويضة من الطلبة الذين اعتزوا بهم سابقين ومن جميع النواحي خلقا وعلما وكل شيء. كان هو رئيس تحرير مجلة الرابطة، وكانت الذكرى المئوية لميلاد أينشتاين على عام 1979 لميلاد أينشتاين، ولد عام 1879 السنة التي توفي فيها ماكسويل الفيزيائي العظيم. فطلب مني مقالة، وكنت مشغول جدا في مكتبي، قلت لنغلق الباب 20 دقيقة حتى لا يقاطعني أحد وإن شاء الله تكون مقالة جاهزة. كتبت عن الجانب الصوفي من أينشتاين، لكن تساءلت، يعني أنا لن أكتب الآن نسبية وعن خاصة أو العامة أو أي إنجاز من إنجازاته، سأركز على هذه الناحية التي أتعجب منها. لما كان صهيونيا متعصبا في وقت من الأوقات مثلا؟ كنت في مانشستر أبحث وفعلت 3 كراسات، كل كراسة يعني صغير الحجم، لكن تعجبت كيف وهو الإنسانية أصبح يضرب المثل بإنسانيته وكذا، وعلاقته برؤساء الجمهورية الأمريكان وقت أوبنهايمر ومشروع مانهاتن وإلقاء القنبلتين على هيروشيما وناجازاكي وغير ذلك. وأيضا كتب رسالة إلى عربي ورفض أن يكون الرئيس الثاني يعني الصهيوني لدولة الاحتلال. فهذا كله الحقيقة ذكرته صراحة، يعني كتبت المقالة وكنا نعنى جدا بهذا الجانب. حتى كان في نواة لم نشر
إلى هيئة التحرير إلا لما ذكرها دكتور تيسير صبحي. كنا نعمل كل شيء بصمت وحتى ندفع من جيوبنا ووقتنا، وهجمنا بعضهم لما كل هذا النشاط لا يدخل في الترقية. هكذا أصبحنا ضيقي الأفق، فقط الترقيمات يجب أن تأتي تلقائيا، أنت تقوم بواجبك ولو حد الآن يجب أن تأتي عبورا. أما أن أنسى كل شيء وأن كأنه صنم غير معقول. فأسمع الكلام بأذني بالجوار مكاتب المجاورة، لم نلتفت إلى ذلك. والعدد الأخير فقط اللي كتب آية تحرير همام غصيب، هشام غصيب أخي دكتور هشام وتيسير صبحي، ما حفظ الألقاب. وكان في مقالات عن البترا سكول أوف فيزيكس في بداياتها، كتب باللغة الإنجليزية وكتبنا خلاصات، وكان في بعض الكتاب من الزوار وبعض البنود وبعض الزوايا الموجهة نحو الطلبة، فعملنا ما بوسعنا. والآن ما في نسخ، يعني نسخة كانت الوحيدة عندي حتى فيها عن مدرسة البتراء الدولية الفيزياء، أخذها أحدهم ولم يعدها، لأنه كانت المفروض كل القسم حتى نستفيد منها في كل مرة تعقد هذه المدرسة. المدرسة العاشرة عقدت شهر 10 الماضي برعاية أحد مؤسسي سمو الأمير الحسن حفظه الله ورعاه. المؤسس الثاني كان المرحوم محمد عبد السلام، ونحن تلقفنا هذه كما قلت في الحلقة 16 إن لم تخطئني الذاكرة عن هذا الموضوع. لكن هاي أيضا كانت كتابات علمية رأيت فيها الدقة، وأيضا دقة علمية لكن أيضا الأسلوب. إذا مجلة الرابطة أيضا والمجلة الثقافية، لما بدأت جمعية الفيزيائيين الأردنيين، طبعا هذه كلها ذهبت أدراج الرياح لما تسلمها غيرنا فيما بعد، ووجدوا أن المسألة ليست بهذه السهولة، وللأسف أهملت هذه وتوقفت ولا يوجد شيء آخر. جمعية الفلكية الأردنية كان عندها نشرة ونشيرة ثريا، كان في أعداد انتظمت، هم أنشط بكثير من أي جمعية أخرى أعرفها بصراحة. لكن في مجلة الاتحاد العربي الفلك والفضاء والفضاء والفلك، الاسم الرسمي يعني قد لا يكون هكذا وليس هكذا بالضبط، في مثل الدكتور حميد مجول النعيمي والدكتور عوني الخصان وغيره. يعني الدكتور عوني الخصان رئيس تحرير مجلة أعجبتني، مجلة الكون، إلكترونيا تنشر وورقيا. لكن تبعت هذا الجانب باستمرار. في هذه المرحلة بدأت تتبلور العلاقات مع جوانب من هذا النشاط العلمي. أولا في مجال البحث الصارم، مجال البحث الصارم هذا لابد أن يكون من أولوياتي، لم أكن مجيدا في موضوعي خصوصا لن يسمعني أحد، ما الفائدة؟ هذا الذي تتقاضى راتبك أو كما يقال معاشك عند عيش من وراء منه، وهذه رسالتك الأولى وعينت لهذا الغرض في المقام الأول، جامعة ليس فقط تعليم أيضا البحث وأمور أخرى. لكن بعد ذلك تريد أن تؤدي واجبا نحو الجماهير، كان تعطي محاضرة، كان يعني هي توازنات، والواحد حاول جهده. ففي هذه المرحلة كما قلت هي الثالثة، ولن أفصلها لأكثر من ذلك كفى. المرحلة الأولى في البواكير النشأة التكوين، المرحلة الثانية في إنجلترا، والآن مرحلة ثالثة طويلة. لكن لابد أن أذكر أيضا نشاط مؤسسة عبد الحميد شومان، عدا المحاضرة التي أصبحت كتابا. وبالمناسبة بعض الناس بعيدين عن الفيزياء إلى حد كبير، ولو أنهم مجيدين
ولو أنهم مجيدون في موضوعهم. يعني مثل المرحوم إبراهيم العجلوني، قدر الكراسة القرمزية وكتب عنها كلمات أخجل أن أعيدها، لأنها يعني منيع كبير جدا يخجلني. لكن في تلميحا عندما صدر كتاب سندباد الفيزيائي، فكر أنني سأناقش مبدأ مفهوم النسبية في الفلاسفة، قال فلان وقال علام كذا، لم يكن هذا قصدي أبدا. كنت أحاول أن أبسط تبسيطا غير مخل مبادئ النسبية الخاصة، كما يقال خلاصة الخلاصات الجست، يعني العصارة، يعني بمعنى آخر خير الكلام ما قل ودل. الذي لا يعرف ما النسبية يعرفها الآن، هذا كان بدقة لكن تبسيط غير مخل. وللطالب أيضا في عدة، من حيث مراجع، من حيث العمل الرئيسي لأينشتاين في أحسن ترجمة إلى اللغات الإنجليزية موجودة، تركتها تمرينا للقارئ إذا أراد أن يترجمها للعربية. هذه كلها كان لابد منها. إنما يعني مع إساءات فهم فليكن. لكن شومان، أنا حصلت على جائزة كانت للشبان فقط، يعني من 40 ونازل، أنا منحت لي الجائزة سنة 86، 1986، وسلمت إلي عام 87 شهر 4 أذكر. حتى ناقشنا مع المجيد شومان، كان رحمة الله عليه، لكن كان ما زال هو الكل بالكل، وكان دكتور أصعب الرحمن، كان في غسان عبد الله الذي كان رئيسا لتحرير مجلة أفاق علمية. وأذكر أنني ذكرت لمرحوم المجيد شومان يعني لما أخذت القرار بإيقاف مجلة أفاق علمية، قال لي أنه التوزيع فقط مقصور على 13,000. قلت ممتاز، الوطن العربي الذي لا يقرأ كثيرا لا يوجد عدد من القراء مثل بلاد أخرى بصراحة. لكن قال لي يعني ما بتوفي معنا هكذا حرف الواحد. قلت ما هو أنتم لستم بحاجة إلى أموال، هذه رسالة. لكن لم يقتنع. كان سان عبد الله وكان دكتور أسد عبد الرحمن. لكن بعد ذلك أنا أصبحت في الهيئة العلمية التي تراعي أو تتابع مسألة الجائزة وتقترح وتعدل وحسب المقتضيات الأمور. بقيت سنوات وسنوات في الهيئة العلمية برئاسة الدكتور عدنان بدران، كنت أنا وبعض الزملاء الآخرين، دكتورة نجوى خوري، دكتور أحمد أبو الهيجاء، وكان دكتور فهمي جدعان، لا أعرف إذا كان في هذه أو يمكن بلجنة أخرى. المهم أنه خصوصا في أيام السيد إبراهيم عز الدين بعد كانت بارزة جدا هذه الأمور، وسيد ثابت الطائر فيما بعد. الآن درستها ست فالنتينا خصيصية، درستها الفيزياء، هي ذكرتني، لكن العلاقة مع شومان أصبحت بعيدة. أما فترة شومان كانت يعني لو أنهم أوقفوا أفاق علمية، لكن في نهاية القرن العشرين عندما أوشك على النهاية، كنا معا فيما يسمى المجلس الأكاديمي في المعهد الدبلوماسي، نحن معا أنا والدكتور فهمي جدعان وبعض الزملاء الآخرين. ذات يوم تجاذبنا أطراف الحديث، كنا نتحدث عن أمور. دكتور فهمي جدعان قال لي ما رأيك في فكرة أن تشرف مؤسسة شومان على كتاب موسوعي بعنوان حصاد القرن، يعني حصاد القرن العشرين، الحصاد بنهاية القرن في موضوعات مختلفة، هل أنت مستعد أن تكون في الجانب العلمي؟ لأنه هو
كان في الجانب العلوم الإنساني والاجتماعي. فكرته وقال إنني طرحت على الأستاذ إبراهيم عز الدين وبحصافتي دائما رجل كبير النفس رأسا تلقفها، وحتى خلفه ثابت طاهر ثابت الطاهر أيضا تابع من قلب ورب، أذكرهما بالخير، ترأس عبد الرحمن على سلامته، عبد الرحمن بشنار كان زميلنا بالمجمع لم أعرفه جيدا رحمة الله عليه، لكن من أسد عبد الرحمن مع حفظ الألقاب إبراهيم عز الدين وثابت الطاهر الحقيقة أنا بلنتينا خصوصية لها سنوات، لكن لم أعرف مباشرة ماذا يدور، أما كنت أتماس مباشرة خصوصا أخت إبراهيم عز الدين ثابت الطاهر. هذا المشروع ولد مع إبراهيم عز الدين، وافقت فورا وبدأنا نجتمع، ما زلنا في المبنى القديم لكن بشومان بشمساني. كان فكرتي انه لابد من شخص زميل ثالث عن الاداب والفنون، يعني لا يعقل ان يكون فقط علوم انسانيه واجتماعيه كلها معا، ونريد خطا ثالثا والمسائل العلميه، فاقترحت اسم الدكتور محمد شاهين. دكتور محمد شاهين وافق فورا ايضا، اجتمعنا وبدا العمل. كان المفروض ياخذ سنوات، حتى بعد ذلك بسنوات عقدنا مؤتمرا صحفيا ثلاثتنا كنا معا رامي جدعان حفظ الالقاب ومحمد شاهين وعبد الفقير رحمته تعالى، كان في بعض الصحفيين في شومان ليس بعض عدد كبير، وكل واحد أدلى بدلوه، وكان كان مؤتمرا أو ناجحا، يعني فهم الجمهور ماذا يعني ذلك واستوعب صحفيون تماما الرؤية وغير ذلك. طبعا من الإنسانيات كان التحرير كله على ظهر محرري المؤسسة، كان في مشكلات لأنه تريد كل فصل كل موضوع أن يكتبه زميل هنا أو هناك، قد يكون في مصر كذا، فكان لابد من التفكير بالشخص الأنسب في كل العالم، أي واحد ناطق بالضغط ويعرف العربية تماما ويكون له شأن في موضوعه، كانت أسهل بكثير في الموضوعات الأخرى. أما في العلوم بدأنا بستة موضوعات، هكذا كانت السياسة إنه عدد محدود، إنما بعد أن تمزجنا بعض الآراء انتهينا ب13 موضوعا، يعني ليس فقط فيزياء رياضيات الكيمياء كذا الاتصالات، لا حتى التكنولوجيا الحيوية وغير ذلك البيوتكنولوجي، فيعني والهندسة الوراثية والجينية وهكذا، هذا كله دخل 13 موضوعا، فكان علي عبء كبير. أنتم ما زلت مع سمو الأمير، معي سمو الأمير حسن، وإضافة إلى ذلك عملي في الجامعة، وهذا مهمة كبيرة لأن التحرير المحررون المؤسسة في الجانب الإنسانيات، كان لابد أن أنظر في كل كلمة وحتى أتحقق من المضمون، مثلا هذه جائزة نوبل كانت مقابل إنجازات سين وصاد، مرة أو مرتين وجدت بالرجوع إلى موقع الجائزة الموقع الإلكتروني الويب سايت أن هذا غير صحيح، أو إنجاز هذا يوضع لشخص آخر وهكذا، يعني كان في هنالك بعض الهفوات لابد، وأيضا من توحيد الأسلوب وأكثر من تجربة مطبعية فوق مرة بعد مرة، حتى في المقدمة شكرت عندما صدر الكتاب المشرفين على الطباعة تصرف معي إحداهن وقالت كلنا صبايا، فغيرت آخر جملتين كان بالهم أصبحوا هن، بارك الله فيهن وفيهم، وخرج الكتاب وعام بدايات عام 2012، يعني كان لابد بعد أن انتهى عملي مع سمو الأمير حسن، كنت في إجازة تفرع علمي
وأمينا أمين عام لمنتدى الفكر العربي، فكان لابد من جهد مركز، جهد كبير، حتى أنجزت ما تبقى. وكنت أذهب للمؤسسة وأتصل بالمطبعة وغير ذلك، فكان العبء كبيرا. وقالوا لما إحنا أصدرنا كتاب كماذا، لما هكذا دخنت يا فلان، كما نقول عمي يعني زدتها. قلت لا، هذا ما حدث، كذا وكيت وكيت. فحقيقة كان أنا برأيي إنجازا كبيرا للمساهمين، لأني أصريت أن يكون هناك قائمة بكل من أسهم في هذا الكتاب، كان الإسهام صغيرا نسبيا أو كبيرا. فنبذ في آخر الكتاب، يعني مثل ما يقال بآخر أي كتاب من هذا النوع، list of contributors، الكتب الأجنبية كثيرة. أما هنا لا أجدها دائما. قلت لا، حتى الذي اشتغل لي أمر ما وأعيد ما أنجزه سين لصار. أما شرحت دوري بالضبط في المقدمة، كان أيضا كبيرا جدا. أنا كنت المراجع والمشرف والمحرر، وصدر عن مؤسسة عبد الحميد شومان والمؤسسة العربية للدراسات والنشر. الكتاب وزع، قيل لي، واحتفت المؤسسة. كان وقت الأستاذ ثابت الطاهر، وكان حاضرا الأستاذ إبراهيم عز الدين، بإشهار الكتاب رسميا، وكان بصحافة. كنت آنذاك أطلطل كما أقول على جريدة العرب اليوم في آخر سنتين 3 سنوات من عمرها. سآتي إلى هذا، إنما أذكر أنه كان باليوتيوب. فوجئت، لم أعرف، لم أكن أعرف، يعني أظني كانت هناك تسجيل الفيديو، لكن لم أكن أعرف أنه سينشر على يوتيوب كذا. نشر، لا أعرف إذا ما زال موجودا، لكن لابد أنه يكون موجودا أو يستطيع الواحد أن يجده. فكان حضور كبيرا، كان التفاعل كبيرا. فهذا كان جماهيريا. وهذا الجانب العلمي اللي هو المجلد الثالث، المجلد الأول كان علوم الإنسان والاجتماعية فهمي جدام، ثاني الآداب والفنون دكتور محمد شاهين، ثالث المراجع المشرف والمحرر فلان عبد الفقير رحمة تعالى محدثكم. إنما كان له خصوصية. فوصلنا إلى التفكير مع أستاذ ثابت الطاهر آنذاك، الذي شجع بكل معنى الكلمة، إنه لابد من ندوات متخصصة لبعض الموضوعات، لكن موضوعات معينة لناس أشبه بالشخصيات العامة، يعرفون كيف يخاطبون، مثل المرحوم دكتور نبيل علي مثلا، دكتور منير نافي، كان لأنه كلفته بالتكنولوجيا، والتكنولوجيا النانو عنده فصلان، لأنه عيتني الحيلة في إيجاد أي شخص مناسب، واعتذر سين بعد أن أخرني شهورا، واعتذر فلان. يعني المحرر بالمعنى لكتاب كهذا في العالم، معظم العالم، انه يختار الموضوع، يختار فلانة يتصل معه وهكذا. اما التحرير، ما يسمى كوبي اديتر، اللغة، السبك، الكذا، هذا بيكون شخص اخر. انا قمت بكل هذه الادوار مع بعض المساهمات بصراحة هنا وهناك. ف يعني في تلك الفترة الحقيقة أنجزنا كذا ندوة متخصصة، يعني مثل مائدة مستديرة فيها ناس مدعوون من جامعات أردنية، وكان الحضور دائما ممتازا ممتازا، وكنت أديرها. لا تخصص، مثلا معظم الفيزيائيين يحضرون لما يكون فيزياء، كيميائيون والرياضياتيون حسب الموضوع، لكن كان الإقبال كبيرا لما تكون محاضرة عامة، مثل الدكتور نبيل علي
رحمة الله عليه كان محدثا ممتازا، انه اعرف محاضرتين له القاهما في المجمع، كان من ابرز المحاضرات في تاريخ المجمع بالنسبة الي، حيث الالقاء وحيث المضمون، وهو عني بحوسبة اللغات العربية منذ وقت مبكر، في على الاقل كتابان، على الاقل كتابان، قد يكون 3 كتب، واحد مشترك نشرته عالم المعرفة، لكن واحد له حقيقة وقت مبكر وافكار. طبعا تجاوزنا ذلك من ناحية تكنولوجية، وكان في أمور يعني بتتسارع التطورات وغيرها، لكن كان متميزا، يعني أدى كثير، فمحاضرة عامة هذه كلها أيضا تستنزف الواحد جهده ووقته وكذا، لكن أسعدتني مع كل تجيء من المؤسسة، وكنت ما زلت في الهيئة العلمية، أنا بقيت حتى انتهى عهد أستاذ ثابت الطاهر، من عهد أستاذ إبراهيم عز الدين ثابت الطاهر، لما أتت الإدارة الجديدة كان أول عمل لها استشارة الدكتور أمين محمود أن يغيروا، هل الأوان، أنا لا أقول شيء، لكن هذا ما حدث، غيروا الهيئة العلمية بأسلوب لم يكن موفقا تماما، لكن غيروها. لكن في هذه الفترة جنبا إلى جنب كنت مستمرا، مثلا المجلة الثقافية كنت ما زلت في الهيئة التحرير، لكن أيضا في فترة رئاسة التحرير غير المجلة أو غير التقرير العلمي كده، كان في موسوعة علمية لشخصين عزيزين علي، أحدهما ذكرته هو محمود عويضة، الآخر كان محررا مطبوعا وما زال، حيدر المومني، حيدر المومني هندسة كهربائية، لكنه محرر، محرر كل معنى الكلمة مطبوع. أيضا يعتمد عليه تماما، أعطيته حقه أنا في المقدمة وزملائي الآخرين، لكن أردت أن أذكره لأنه دقيق، خط واضح، كله ليس على الحاسوب، وما زال بهذا الأسلوب. لكن حتى في مادة البحث العلمي، كنت عميد البحث العلمي، طلبت من الرئيس آنذاك دكتور فوزي غرابي بعد دكتور محمود السمرة رحمه الله، كان دكتور فوزي غرابي استجاب فورا، أحدهم نائب رئيس رحمة الله عليه قال لي، قال ما هو هذا هندسة كهربائية تقول تريد أن يصبح ما؟ قلت هو محرر أفضل من، من قال إنه يجب أن يكون الواحد متخصصا باللغة العربية واللغة الإنجليزية؟ هذا التحرير في جانب علمي، في جانب كذا، تحرير مادة خام تريد أن تخرجها بأفضل صورة، هذا موهوب، انتهى الموضوع، محرر مطبوع، قبل فورا حجتي الدكتور فوزي غرابي، لأنه كان عنده نظرة حقيقة في هذه الأمور، ولا يعطى حقه دائما صراحة. فهذه أيضا جزاء، يعني هاي كلها كان بذهني، كيف كتاب العربي أن نطبع موضوعات معينة، كتاب الثقافة والكتاب الثقافي لم يحدث، مع أنه لا تكلف كثيرا، لم يحدث، الوقت أولا قليل، وثانيا تريد ليس جيشا صغيرا، إنما واحد أنا واثنين فقط من المتفاني أن يكون معك، وأيضا وقت، وقتهما ووقتي وإلى آخره، للأسف لو كنا متمعنيين أكثر بهذا الأمر لكان كل هذه صدرت في كتب معينة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وفي أيضا المسائل العلمية أو العلوم الأساسية والتطبيقية. جنبا إلى جنب طبعا كان المجمع، والمجمع أيضا لم يكن هنالك إذاعة المجمع، ولم يكن هنالك مجلة البيان العربي، المجلة الثقافية المجمع، لكن أيضا المجمع في المواسم الثقافية كان أيضا يخاطب الجمهور، الموسم الثقافي لا يخاطب النخبة أو المتخصصين فقط، وأول موسم ثقافي في المجمع كان عام 1983، لم أكن بعد قد أصبحت عضو المجمع، لكن علاقتي في المجمع وسأعود إليه في حلقة أخرى كانت بدأت تقريبا من السنة الثانية لتأسيسه، ليس تقريبا بالضبط، وكنت
كنت في أول موسم ثقافي، الندوة الأولى، عندما تفتحون كتاب الموسم الثقافي الأول، أول ندوة بمعايير الأستاذين عبد الكريم خليفة وأسحاق فرحان محفظ الألقاب رحمهما الله، رئيس المؤسسة المجمع دكتور عبد الكريم خليفة، ومن القدامى كان دكتور إسحاق فرحان. فحتى ذكرت لأول مرة لا تنمية دون تعريب أمور أخرى، وكنت ما زلت في أيام الأولى في الجامعة الأردنية. المجمع كنت على وشك أسافر بعد ذلك في سنة تفرغني، وعندما عدت أصبحت عضوا، لكن علاقتي كما قلت كانت أقدم من هذا من البدايات. هذه أيضا جماهيرية. إذا كلها متعلقة مع سواء نقطة الانطلاق، اللغة، لغة العربي لأي شيء. البحوث الدمار تقول عن لغة الأم ذلك، لست أنا فقط، تجربتي، لغة العربية نقطة الانطلاق. عندما أقول ذلك كنت في البداية، يعني أول ما عدت السنة الأولى اللغة الإنجليزية وأقلها باللغة العربية، ثم قلبت تماما، صار اللغة العربية وأقلها باللغة الإنجليزية، حتى لا يفقد الطالب حلقة الوصل مع الكتب المصادر الأهم في موضوع. إنما قيل ما أنت من جامعة دمشق، لما وجوه أنني إنجلترا عمر، اللغة الإنجليزية ما حضرت فيها أمام محافل كبيرة وطلبة هنا وهناك، وبالبداية يعني السنة الأولى، لكن خجلت أن أتكلم مع طلاب من بني جلدتنا، خجلت أن أخاطبهم بلغة غير لغتهم الأم. ومن حينها بدأ الاهتمام، يعني كل عمري كان موجودا، لكن بدأ أكثر فأكثر فأكثر. لهذا السبب تجدون تعليقات مثلا هنا وهنا في بعض المحاضرات مسجلة موجودة على اليوتيوب، إنه ما هذا الاهتمام غير الطبيعي باللغة، ما يعني ما هو رأيك، ما هي، لكن اللغة نقطة الانطلاق. إنما الموضوع لا أحد يأخذك جديا إن لم تكن مجيدا في موضوعك. هذا كان بالتعليم الرسالة المهمة في موضوع، وهذا موضوع الذي اخترته. إذا لابد أن أعطي التذويت، استخدمت الكلمة كما أفهمها وكما أستخدمها، أن تضع ذاتك في الموضوع، تصبح جزءا من ذاتك وذاتك جزءا منها. هذا ما أقصد بالتذويت. إذا يجب أن تخاطب، ولا أخاطب لغة عامية محكية، هذا شأن، لا، يجب أن يكون بلغة العربية سليمة في حدها الأدنى أو فصيحة، يجب، وأن لا تتلجلج وأن لا تتلعثم، هذه لغتك، لغتك الأم، هذه جزء. وأيضا جزء، جرعة أخرى من تاريخ العلم وفلسفة العلم. عندما أقول تاريخ العلم يجب أن لا نغفل أو ننسى تراثنا العلمي العربي الإسلامي حتى تكتمل الصورة. في كتابات عن أوروبا ومكتبة كاملة، لكن أريد التراث العلمي العربي الإسلامي، لا يكون الواحد يكون هاويا فيه، لكن على الأقل حد الأدنى، بحيث يكون يتغلغل في وجداننا، وأجعله يتغلغل وجدان طلاب، وتكتمل الصورة. إذا عندك تخصص كله اللغة العربية نقطة انطلاق، تخصص عندك التراث العلمي العربي الإسلامي، عندك جرعة تاريخ العلم، تاريخ موضوعك وفلسفة الموضوع الفكر، وكما قلت هذه كلها تقتضي أن تخاطب الجمهور، يعني يجب أن يكون اهتمام بالثقافة العلمية. يقولون popularization، شعبنة، قد لا يحبها بعضنا، يعني قد يمجها شعبنا من شعب، يعني جماهيرية تصبح. أما المهم أن تكون بلغة ميسورة سهلة، سهل ممتنع، لكن تبسيط غير المخل. هذا الهاجس، النثر العلمي العربي الناصع. فهذه اهتماماتي كلها تصب في موضوع، لما أكتب فيزياء تؤثر جزء مني، لا أستطيع
أنا أقول تجربتي، لكن انسوا أنا شخص، هذه تجربته. وإذا الموضوع صار البحوث العلمية بالضرورة، مجلات علمية عالمية الأشهر باللغة الإنجليزية يجب أن تكون ذلك، ليست مثلا ركاكة والله أنا فيزيائي، لا لا، هذا له علاقة، اللغة ليست وعاء، هي الفكر نفسه، تتسع نطاق الفكر، والعكس صحيح. واللغة هي أداتنا لفهم الكون، لمد يدنا ووجداننا وعقلنا والكون برمته، الكون بأسره، لأنه صغير جدا كبير جدا. فبين الحين والآخر أخذ وقتا لكي إما أشاهد موسم ثقافي من المجمع أو محاضرة عامة. يعني محاضرة قبل أكثر من سنة من قليل كانت اللانهاية الصغرى، اللانهاية الصغرى، نقطتين فوق بعض، جولة فيزيائية فكرية في عالم الصغير جدا، موضوع تخصصي نظرية الجسيمات المتعددة كما قلت في الحلقة 24، هذا في الأساس، لكن يجب أن تضعه بقارب حتى ولو في بعض الصعوبة، مثل مجلة العلوم التصدر في الكويت، ساينتيفيك أمريكان، وهذه المجلة أنا كنت موجودا لما كنا نتداول في هذا الشأن، وكان إنجازا كبيرا مع المرحوم محمد عبد السلام تريستا، كان المرحوم عدنان حمود أول رئيس تحرير حتى وفاته، وعرفت من وفاته من أحد الأصدقاء السوريين أنه عام 1986 كنا نلتقي عائلتي حتى أحيانا، وهو وعائلته في تريستا، وكنا نتداول، قلنا ساينتيفيك أمريكان، قلت كان بودي حتى أمام أحيانا مسؤول أن مؤسسة التقدم العلمي في الكويت، يا جماعة نحن نريد هذا، لكن حبذا لو مجلة على غرار آفاق علمية طيبة الذكر تكون أوسع انتشارا، لا ليس طلبة، للعوام للعامة، تتغلغل هذه جزء من ثقافتنا في هذه الأيام، ثقافتنا، ثقافة العلمية. فإذا يعني النقطة أنه هذا كله لاحظتم كيف يصب تراث، يعني وجدت العجيب من النثر العلمي لابن الهيثم، وجدت أنه صاحب أول منظومة علمية، لأن منظومات نعرفها مع نيوتن، قلنا نيوتن يعني سينثيسيس، يعني توليفة جامعة، بيكون يأخذ كل ما هو مجرب أنه صحيح بين قوسين، بين قوسين، ويضيف إليه بحيث يصير منظومة كاملة، سينثيسيس. يعني قانون الأول نيوتن ليس قانونا، وقانون جاليليو قانون القصور، وهذا له جذوره في تراثنا مثلا، تراث آخر، لكن هو أضاف ثاني والثالث في هالمنظومة الكبيرة. هذا طبعا موضوع آخر، قانون الجاذبية، الجاذبية العامة أو الجاذبية الكونية، هذا موضوع آخر بكتاب البرينكيبي، المبادئ والأصول، هذا مختصر العنوان. فبعد ماكسويل اللي وحد الكهرباء والمغناطيسية والضوء، ثم أينشتاين، الآن عندنا مجموعة في النموذج مثلا المعياري أو القياسي في عالم الجسيمات، الجسيمات ستاندرد موديل بارتكلز، وهكذا. هذه أنا وجدت إنه ابن الهيثم بآخر سنة كان صاحب منظومة، يجرب يأخذ كل شيء معروف ثم يضيف عليه، هذا سمة أساسية من مثل هذه المنظومة، واستخدم ما يكتشفه الضوء مثلا على الكون بأسره، استخدم ذلك، يعني القوانين الأرضية على القوانين الفلكية السماوية كما نقول سيلاستيال. فعد ذلك مؤخرا الكندي كان فيزيائيا من المقام الأول، دائما الفيلسوف الأول بالإسلام، الفيلسوف الأول عندنا، الفيلسوف العرب الأول، حتى شاعر أحيانا إلى حد ما يذكر، ويذكر إنجازات، تذكر إنجازاته في الرياضيات وغيرها، وشدته أنه فيزيائي بكل معنى الكلمة، وكتب عن الضوء كذا قبل ابن الهيثم بسنة، 200 سنة يمكن. الكندي رجل عظيم جدا ومعاصر جدا، ذهلت لما عدت إلى ما بقي حيا من كتبه ورسائله وكذا، غير موسيقى غير كذا، عنده رسالة موسيقى، شيء مذهل. لكن
يعني حتى الرياضيات تدخل في فلسفتي، لكن الفيزياء إذا هذه اهتمامي، وكتبت عن ملامح أولية الفيزياء والحضارة العربية الإسلامية وفي مناسبات أخرى ذكرت، لكن هذا الثالوث يمكن، إذا ليس ممكن أضلاع أربعة، لكن تخصص التاريخ جزء جرعة من تاريخ الموضوع وتاريخ العلم وسبدي التراث العلمي العربي الإسلامي، وكل هذا جزء منه أو مظلة من مظلات ثقافة العلمي. في حدث بعد أن في هذه الفترة لما صدر الكتاب حصاد القرن الإشهار، كان في بعض صحفيين، واحد منهم من العرب اليوم، كنت آنذاك قبل ذلك ببضعة أشهر، كنت قد أعمل كنت أعمل مع نسيبي اللي كان هو صاحب رئيس مجلس الإدارة في العرب اليوم، فطبعا مع أعمال الكثيرة في الجامعة الأولوية لها كنت أطلطل إنجاز التعبير، أحيانا أقضي ساعات فيها، وإذا في مقابلات كذا يأتون إلى مكتبي بيسر وسهولة قبل أن تذوي وتنهار للأسف بشكل مأساوي وغير مفهوم تماما، نفهم بعض الجوانب. أردت أن أعطي للثقافة العلمية حقها غير الكتابة. أذكر أنه كان في ثلاثي طاهر العدوان وفهد الخيطان وسلام الدرعاوي في الاقتصاد، فهد الخيطان بقي وكان حسن التصرف، طاهر العدوان صار يقهقه لما وجد أنني أكتب زاوية، يعني قلت أنا لست صحافيا لكنني أكتب بشكل فكري أدبي كذا، يعني كدت أقول أنت لا تستطيع أن تكتب ما تكتب وأنا لا أستطيع أن أكتب ما تكتب، انتهى الموضوع. كتابة ليس حكرا على هذا مفتوحة، واحد أديب يكتب غير ما يكتبه صحفي، الخبر غير المقال غير، لكل مقام المقال، كل واحد له خطه، وهكذا كل هذه الأمور مبادئ العامة. لكن فتحت المجال لصفحة كاملة علمية. للأسف الأرشيف الإلكتروني كان فيه أخطاء من اللي عين وضاع، حصلنا، ويمكن في نسخة نسختان ورقيتان، نسخة عندي بالتعزيل، عملية تعزيل أيضا ظن أنها مجرد جرائد، أنا كنت أحطها فيها حتى أقص الصفحة لأنه كان في تعب في المونتاج كثير، كنت أشوف على كل صغيرة وكبيرة، أريد شخصا يساعدني. كان واحدة من اثنين، حيدر المومني اعتذر وقال إنه لا يستطيع لأنه هذا عمل مضمن وأحيانا بالليل. المهندس حسام دينات وافق فورا، استجاب فورا، وافق فورا، فكان معي حتى ننجز الصفحة كل الوقت. أقدم بكلمة وأدخلت زاوية عن النثر العلمي، بدأت في المقتطف، اخترت أشياء المقتطف، كنا نتناقش مهندس حسام، وإذا في أشياء ترجمة، في أشياء مثلا كتاب مقالي إلى آخره. في ذاك الوقت كانت الصفحة برأيي ناجحة جدا، وحبذا لو جمعت، لكن جنبا إلى جنب كان اقتراح أن ننشئ ملحقا للأطفال، قلت أطفال من 12 18، اقترحت اسم الناشئة، طبعا كان في اعتراضات في هيئة التحرير، قيل انه معك حق، يعني هم ليسوا اطفالا بالضبط الى اخره، لكن لو نبحث على اسم اخر لم يجدوا اسما، وفرض الاسم نفسه. اقول هذا فقط من باب العبره، نمرات الاكثر الناشئه هم الناشئه، والان استخدمت التعبير في كل المؤسسات التي لها معها علاقة، يعني تصف، لأنه الأطفال من 7 مثلا 12 حتى بجوائز المجمع استخدمنا تعبير،
للأطفال بدل ما يكون فئة واحدة حسب القوانين الدولية 18 أطفال من ولادتهم ل 18. لكن الآن إذا أردت أن تفصل من 7 حتى 18 و13 ومن 18 بعيدة ل 18 الناشئة، وكان في جرعة كبيرة من العلم سواء دينات أو غير ذلك، العلم وثقافة عامة أيضا. مع وجدنا رساما موهوبا من المرحومة هدى فخوري، كانت تحاول أن تنشر كتابا موجها للأطفال، قالت لي في حازم مبيضين أبوه صحفي لكن حازم بيضين أبوه واسمه كان لا أذكر، لؤي حازم بيضين، لؤي بيضين. أتى الشاب عنده ثقافة يكتب، لكن موهبة الرسم موهبة كبيرة، يعني يريد أن يأخذ وقته كما نقول، لكن أعجبني. وكان دائما في رسومه، وأفردت له ناشئة صفحة أو زاوية، لكن كان أيضا تركيز على الجرعات العلمية، لم ننسى هذا الجانب. وكان إقبال من الأطفال والناشئة، كل مع الكلمة أعداد الناشئة بقيت. وكنت طبعا بعد، حتى لا نغضب رئيس تحرير في كذا، رئيس تحرير في تلك الفترة، كنت أرسل إليهم ويعطوا إشارة شبه روتيني، لأنه أول مرة حاولت، ظنوا أنني سأطغى على أو أستولي على مهامهم وكذا، هاي الشغلات عادة تحدث، حاولنا أن نقللها ونجحنا نجاحا أنا برأيي غير مسبوق، الكلمة على كل لسان، لكن فعلا لم يستطع أحد أن ينجز هذه الناشئة. حتى استخدمنا بعض الشعراء، يعني المرحوم سليمان المشيني خصيصا لنا، وفي أيضا غيرهم، يعني لا أذكر كل الأسماء فليسامحني، شعراء أنا يعني شعراء أنا في، فحتى لا أخطئ في أي أسماء أو لا أنسى أسماء أخرى، لكن ما عنا على بالي رأسا. مهم كنا نعطي لهذا الجانب حقه. ما زلت أمارس كل هذه الأمور، يعني في المحاضرة التي ذكرتها، الجمعية الفلسفية الأردنية، الآن إقبال علي أكثر بكثير مما اعتدنا عليه في هذه الأمور الجدية، يعني يمكن وصلنا ل 2,500، يعني 2,500، 2,500 وصلنا الرقم 2,500، يعني معنى إقبال كبير، وما زال يوميا، ما زال معنى في تعطش. إضافة لذلك كتبتها نصا، ودكتور عون الخصاوني رحب بها، رئيس تحرير مجلة الكون التي أعجبتني، في كنت المحدث الرئيسي مع أن وعكة لمت في وقرأها بالنيابة عني رئيس الجمعية الفلكية الأردنية النشيط جدا جدا دكتور عمار السكجي، عن كان الفلسفة والعلم، كان حديثا رئيسيا، وهذا نشر مع بعض تعديلات في نشرة الجمعية الفلكية الأردنية الثرية، لا أعرف ماذا حدث لها الآن. نشرت أيضا فيها عن المهندس خليل القنصر، عن الراحلين من حين والآخر، بين المجمع وبعض هذه المؤسسة بين الحين والآخر، وأستمر، واحد ما دام يستطيع صحته تساعد إن شاء الله أستمر في هذا الخط، لكن لم يكن هذا على حساب البحث العلمي. ما زلت في الفيزياء النظرية، تستطيع أن تمارس موضوعك أينما كنت، ليس بالضرورة مكتبي في الجامعة، هنا في المجمع أو في المنزل البيت، الساعات
الأخير حتى لزيع الأخير من الليل، الواحد يتجلى أنا وعنده أفكار كثيرة حتى لا يستطيع المواكبة من كثرة الأفكار، لا يستطيع أن تعطيها حقها لأنها تتزاحم عليك. هذه فكرة البحث العلمي يجب أن ينقب ويجب أن يغربل ويجب أن يكون دقيقا وأن تجري الحسابات وتبرهن وكذا. لكن من حين الآخر العناية بالثقافة العلمية، بالمحاضرة هنا وهناك، كتابات متفرقة، كل الموضوعات التي أهتم بها، يعني تخصص مع اهتمام بأمور وكلها تصب في التخصص، وتجعلني يعني أكثر فهما لما يدور، وإضافة لذلك أوسع أفقا، كيف تستطيع إزاء كل هذا الكون، أن توسع أفاقك، تترك المجال دائما موضوعي. أتابع بقدر الإمكان في نشرات ساينتفك أمريكان وغيرها مثل ساينس أدفايزر يوميا، في توداي إن ساينس، هذه مختصرة عن كل الموضوعات العلمية، لكن الواحد لا يستطيع أن يتابع. من ناحية المراجعة والإشراف، تجربة في منتدى الفكر العربي كانت كبيرة جدا، وأيضا حصاد القرن العشرين، هذه المراجعة، ومشروع كلمة ذكرت كتابين، في كتاب عن المغناطيسية مترجمة مصرية بارعة، لكن كان في أخطاء أحيانا يبدو أنه ليست متخصصة تماما، وكان في تطوير وتحسين، وضع اسمي حتى بجانبها في الإيداع، بطاقة الإيداع، تعجبت وطلبوا مني جينات، قالوا صعب نجد شخصا ملائمة، حتى ترجمت كتابا عن زواحف الكويت من مؤسسة التقدم العلمي، صديقي عزيز دكتور عصام زعبلاوي رئيس جامعة الأسترالية في الكويت، فطلبوا استشارة من يستطيع ترجمة الكتاب الصعب في زواحف الكويت، قال أعرفه الفيزيائي فلان و اسألوا إلى آخره، فبعثت العمل كاملا، لكن ما زالوا يحاولون أن ينشروه بقالب إخراج إلى آخره، أرجو في وقت قريب. ترجم أحيانا المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، هذه الترجمات العلمية لها أسرارها تماما مثل العلوم الإنسانية، في عوامل مشترك، لكن أيضا هذا مجال وهذا مجال. معظم المترجمون في الإنسانيات والاجتماعي، لا أريد أن أركز على شرخ أو فاصل أو كذا، لكن هذا ما يحدث، ينسون أنه في جانب علمي مهم جدا. حتى المجمع حاز جائزة الملك فيصل العالمية كمؤسسة نتيجة لترجمة علمية في حملة تعريب التعليم الجامعي، كان العلوم الأساسية والتطبيقية، فعنيت بالترجمة، يعني الترجمة، التحرير، المراجعة، الإشراف، كتب عمادة البحث العلمي هي مسؤولة، كنت أنا كعميد بحث مسؤول، كنت مسؤولا عن كل منشورات الجامعة، وحدث أنني أيضا رئيس تحرير مجلة قبل وقت نفسه هي مستقلة. لاحظوا كم كانت عندي فرص للمسائل العلمية، وعنيت كل معنى الكاتب للمرحوم دكتور أحمد شيخ السلوجية، كتاب عن غدة الدرقية والدريقية أيضا، كل أنظر فيما أو في مثل هذه الكتب صفحة صفحة، يعني لي دور طبعا، هو الإشراف كعميد بحث علمي، لكن هو أكثر من الإشراف، إضافة إلى أنه منتدى الفكر العربي كتب كثير، وأحيانا نهتم بهذا العوامل العلمية والتكنولوجية. قضيت وقتا طويلا، وكنت مسؤولا عن الإنتاج، عن نشرة المجمع، أصبحت مجلة ثم مجلة مثل المجلات الكبرى شبه متخصصة، لكن أيضا اللي هي مجلة المنتدى، يعني أنا أعتز بأنني كنت المؤسس، وكان معي هناك أستاذ كايد هاشم الذي ترك المجمع مؤخرا، لكنه كان خير زميل وخير معاون، يعني نفهم بعض الواحد الآخر ومن مدرسة واحدة،
فكانت فترة تجديد كما هو الحال مركز دراسات الوحدة العربية للكتب، كذلك العناية بمدى طيف واسع من الموضوعات بما فيه العلم والتكنولوجيا. كنا ندوات وغير ذلك، وأيضا كراسات، بعض الكراسات يعني لفترة ما قبل أن يؤخذ قرار للأسف ليس مني بإيقاف الكراسات موجهة نحو الشباب. وكل هذه بشكل متوازن، فما زلت أتابع. فتراث العلم العربي الإسلامي أكتب عنه وأبحث فيه في المجالات الأخرى أيضا، يعني مسائل الفكرية مثل فلسفة العلم. لكن عندي رأي أنه يجب أن تعتمد إلى منهجيات اكتشفتها البشرية، من سواء منهجية ابن الهيثم وأترابه أو منهجيات أخرى من هنا وهناك، ليست منهجية واحدة، منهجيات. فليس فقط أنه أي موضوع لي رأي وكذا، لا، هذا التركيز. يعني أنا اختصرت كثير حتى لا تصبح هذه الحلقة مثل حلقتي السابقة بثلاثة أجزاء مع استدراكات. إذا وجدت أنني نسيت شيئا مهما جدا طبعا، أو تحز في نفسي أنه لم يعد لدينا ما يماثل آفاق علمية، مجلة آفاق علمية، لم يعد لدينا المجلة العلمية داخل المجال الثقافي لأنها ألغيت، وكانت إساءة الحقيقة. لما وصف كل فلسفتي في هذا الموضوع طوال هذه السنوات المجال الثقافي أنه هذه كشكول، كشكول من هون، يعني مثل القول الطبيخ الشحاذين، هذا هو القول، أنا أنقله حرفيا، لست معه، لا أحب هذا التعبير، لكن ليس هكذا، هذا جزء أساسي، مكون أساسي. وأنا حجتي أنه هذا العالم نفهمه هاي ثقافة، بمعنى ثقافة، لما هالثقافة التضييق هذه؟ ولهذا السبب هو إذا سمعني أو شاهدني الدكتور محمد شاهين أصبه أنه الصديق اللدود، من أصدقاء وما زلنا، لكن هو قلت الصديق اللدود، لأنه هذه عمل عملة وشطبوا كل ما كان عندنا الأكوام من مقالات الإخوة في سوريا والعراق بالذات، مسائل علمية كثيرة. فهذه كانت خطوة للوراء. للأسف المفروض الأشياء الموجودة تقوى وتعزز وليس تهدم، سهل جدا الهدم، أما أن تبني وأن تستمر في البناء للأسف. إضافة إلى ذلك، في بين الحين والآخر أعطى الفرصة كما هو الحال سلاسل، فكل الشكر للدكتور أستاذ دكتور تيسير صبحي يمين، أيضا كل الشكر لكم على حسن المتابعة. دائما أقول طويلة وبحاجة لصبر، لكن هدف أذكر خصوصا لمن لم يشاهد أي من هذه الحلقات، إنه يعني التوثيق هدف من الأهداف، التوثيق والتجربة، يعني كل موضوع أعطيه أدنى الحق، أدنى حق، كما فعلت هنا بسرعة بسرعة ومن هون ومن هنا، وهي تداعيات، سيرة ذاتية شفوية عفوية. فأردت أن أقول هذا كله من باب الاهتمام بهذا الجانب، أرجو أن يعنى به أكثر فأكثر، الثقافة العلمية، التثقيف العلمي، ففي أمس الحاجة، الصحافة العلمية، أيضا الصحافة بصورة عامة، كل ما ارتفعت مستوى هذه، من أهم ما يمكن الإعلام بصورة عامة، والإعلام سواء المقروء أو المسموع أو اللي بالنظر، يعني الرؤية الفيديو وإلى آخره، كل هذا الإعلام المرئي، الإعلام الصوتي، الإعلام الكتابي، كل هذه غاية في الأهمية. وأرجو أن نعنى أكثر فأكثر في هذه المسائل، والمشروعات كثيرة، وسيأتي يوم إن شاء الله، إن شاء الله، أن أتحدث عنها باستفاضة أكثر.
فإلى اللقاء في حلقة المقبلة بإذنه تعالى.